بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي ومباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع 33 من عمر الدوري المصري العام التي ستقام على استاد القاهرة في تمام الساعة 8 بمشيئة الله. قبل ما أبدأ كلامي عن ماتش النهاردة، عايز أنبه حضراتكم لحاجة. شفنا في الفترة الأخيرة بالنسبة طبعا لفرقة النادي الأهلي، اللي بيبص للأهلي يعني الأيام اللي فاتت هيشوف روح جديدة في الفريق، سواء أنت من جمهور النادي الأهلي أو من خارج جماهير النادي الأهلي، هتحس أن الأهلي في حاجة جديدة، في حاجة اتغيرت الفترة اللي فاتت. مش عايز أقول لك بقى أن مثلا بسبب وجود مستر موسيماني هو اللي عنده عصا سحرية، لا، ولكن إحنا شايفين فعلا أن في روح جديدة. إحنا كلنا متفائلين بالراجل، الراجل حاسين أنه هو في فترة قصيرة أثر على الفريق، يعني اللي يركز شويه في علاقه اللعيبه ببعضها مع بعض هيلاحظ ان حتى في اختلاف واضح في المعامله بين اللعيبه وبعضها. اللي ياخد باله من وشوش الجميع في الفرقه واوضه اللبس هيتاكد ان في روح جديده، روح جديده بتتولد في الفريق، روح احنا كنا محتاجينها اليومين دول قوي عشان الفتره اللي داخلين عليها صعبه. كلنا عارفين انها فتره صعبه، محتاجه الروح قبل الاداء. بقينا حاسين بالروح دي قوي، بقينا متفائلين دلوقتي وباللي جاي اكتر ان شاء الله، متفائلين جدا وبشكل واضح رغم ان عندنا غيابات وعندنا اصابات وعندنا ظروف صعبه وعندنا ايقافات وعندنا اجهاد عام واصابات، بس برضو حاسين ان احنا قادرين ان شاء الله نحقق طموح ملايين الاهلاويه في مصر والعالم كله، ونحقق لقب افريقيا. بعد ما حصدنا لقب الدوري قبل النهايه بسبع اسابيع، شفنا كمان حماس عند الجميع داخل الفريق، يعني لقينا جو غير الجو، جو اللي فات بالرغم ان احنا حسمنا البطوله بدري، انما تحس ان احنا كان ناقصنا حاجه، تحس ان فرقه النادي الاهلي، لا مش دي فرقه النادي الاهلي، لا في حاجه ناقصه. من اصغر واحد لاكبر واحد في النادي وفريق الكوره كله عنده حماس، حتى الجماهير نفسها، الجماهير متحمسه جدا للتجربه الجديده، وشايفين ان هناك في تغيير وكله متفائل. يعني اللي احنا شفناه في مباراه انبي كان مؤشر طيب جدا ان مستر موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الاهلي اعاد اكتشاف الفريق، ولو ان الفتره قصيره ولكن قدمنا ماتش جيد جدا الماتش اللي فات، وحسينا ان طبعا هي اداره الراجل، اداره مستر موسيماني بره الملعب، حاسين ان في حاجه وفي حاجه بتتعمل جوه الملعب. مش معنى كده بقى ان الراجل معاه عصا سحريه يغير كل الامور، لا، هو بس يعني مبشر وفي تفاؤل، واحنا كاهلاويه كده كلنا وراه وكلنا تفاؤل وامل وثقه فيه. الحقيقه من ساعه توقف الدوري وحسم اللقب المبكر والاداء ما كانش احسن حاجه، واحنا كنا بنقول في الاستوديو يعني بنكسب ولكن حاسين ان في حاجه ناقصه النادي الاهلي، لكن دلوقتي نقدر نقول ان الروح جديده في الفرق، والفضل ده اكيد الفضل ده بيرجع لمستر موسيماني. اللي احنا حسينا في الفتره اللي هي الاسبوع دوت ان فعلا هو بيحب النادي، بيحب شغله بجد، عارف قيمه النادي الاهلي كويس جدا ومتحمس جدا، وحاسس كمدرب كده ان ده مستر موسيماني مدرب بروح التالته شمال، فعلا بروح التالته شمال. كل التوفيق لفريقنا في ماتش النهارده اللي بعتبره بروفا جيده لمباراه الوداد المهمه يوم السبت الجاي ان شاء الله، وان شاء الله تكون فتحه خير واستكمال للموسم اللي ممكن نشوف فيه الاهلي باذن الله باذن الله بيتوج بثلاثية جديدة في تاريخ الحافل بالألقاب والبطولات، في أول ظهور للفريق مع جهاز فني محترم بيقوده واحد من أبناء القارة السمراء. دعواتنا ودعوات ملايين الأهلوية بالتوفيق لفريقنا لمزيد من الألقاب إن شاء الله، والبطولات والنجوم اللي بتضاف لشعاره الغالي علينا قوي قوي قوي. بمناسبة مباراة النهاردة، في خناقة غريبة جدا على السوشيال ميديا وفي البرامج التلفزيونيه بين ايه بقى؟ بعض جماهير احد الانديه المنافسه وبعض نجومه عن هل يشجعوا النادي الاهلي ولا لا النهارده؟ يعني يشجعوا النادي الاهلي النهارده في مباراه بيراميدز عشان مصلحتها، لانهم عايزين المركز الثاني. بعض نجوم النادي المنافس مختلفين، بعضها يقول لك ايه؟ عايزين نشجع الاهلي قدام بيراميدز، وناس تقول لك عشان ايه؟ احنا هناخد المركز الثاني لو الاهلي كسب بيراميدز، والتانيين يقول لك بعضهم يقول لك ايه؟ لا لا لا، احنا جيناتنا مش بتشجع غير الزمالك. طب ماشي، هو حضرتك مع احترامنا ليك، كامل احترامنا ليك،
هو تشجيعك للاهلي وانت قاعد في التكييف وماسك ريموت التلفزيون هو ده حافز لعيبه الاهلي؟ امور غريبه صحيح. وكان قدر الاهلي بعد ما حسم لنفسه بطوله الدوري المحببه ليه لزمن عليه انه يتدخل لتحديد كمان الوصيف اللي هيشارك معاه في دوري الابطال بتاع افريقيا الموسم القادم. يا ساده يا محترمين، الاهلي لا عايز تشجيع من حضرتك ولا من الطرف الاخر. الاهلي وراه جماهير، جماهير تهز جبال. الاهلي كبير، الاهلي كبير، والاهلي نادي قيم ومبادئ مش مجرد نادي. ارجع بالتاريخ، ارجع بالتاريخ لورا، هيقول لك ان الاهلي دايما بيرفع شعار الفوز والفوز فقط مهما كان المنافس ومهما كانت قيمه المنافس. قد يكون اليوم مش يومك او التوفيق مش حليفك النهارده، ولكن انت دايما بترفع شعار المكسب، ده شعارنا في النادي الاهلي. ويبقى التوفيق وعدم التوفيق دي حاجه بتاعت ربنا، دي محدش يقدر يتكلم عليها. الاهلي يا جماعه مدرسه بيتعلم منها الجميع، مش محتاج تشجيع حضرتك عشان يكسب لك المنافس اللي انت بتاعك. وخليك على يقين دايما ان الاهلي بيلعب على الفوز فقط. ما تقوليش بقى ان الاهلي اصل هو ممكن يتساهل مع فرقه النهارده، مين اللي قال كده؟ الاهلي طول عمره على مدار التاريخ ما عندوش الحته دي خالص. الاهلي طول عمره كل ماتش بيدخله مهما كانت قوه الخصم، النادي الاهلي عايز يكسب. النادي الاهلي مش محتاج حد من بره يقول له اكسب العب، لا. وزي ما قلت الاهلي مش محتاج تشجيع حد ابدا، لان الاهلي وراه جماهير، جماهير كبيره جدا بتهز جبال دايما هي اللي مخليها فوق. طبعا الاهلي فريق عظيم، فريق كبير، كبير بجمهوره، كبير بانتصاراته، كبير بقيمه، كبير بمبادئه، كبير بينا كلنا، كبير بيكم كلكم. النهارده بيتصادف ان كمان النهارده مباريات الجوله الاخيره في الدوري المغربي. وطبعا زي ما احنا عارفين المنافسه كبيره جدا بين الرجاء وبين الوداد اللي هم الفريقين اللي هم بيكملوا المربع الذهبي مع الاهلي والزمالك في بطوله افريقيا. النهارده الرجاء عنده الجيش الملكي على ارضه، والوداد عنده الفتح الرباطي خارج ارضه. هنطير للمغرب مع زميلنا الاعلامي والصحفي عادل بلقادي، وفي البدايه بنرحب بيك على شاشه قناه الاهلي يا عادل، عايزين نتعرف منك على الاجواء قبل الجوله الحاسمه في الدوري المغربي. الله يحفظك الاستاذ ايمن وكابتننا الكبير ايمن شوير، وانا سعيد جدا ان اكون معكم في هذه الحلقه المباشره على قناه الاهلي، وفرصه سعيده. اما بالنسبه للجوله الاخيره من الدوري المغربي فيعني اليوم يعني جوله حاسمه، واللي غادي تفرز يعني المتوج بلقب الدوري المغربي من بعد ما كان يعني التقارب في النتائج ما بين ثلاث فرق. فكاين الرجاء البيضاوي اللي عندهم 57 نقطة، وكاين أيضا من بعده الوداد البيضاوي اللي عنده 56 نقطة، وكاين أيضا نهضة بركان اللي باقي عندها الحظوظ أنها تتوج يعني حسابيا بالدوري المغربي، رغم أنه في الرصيد ديالها 54 نقطة، ولكن يعني يعني الباقي عندها الحظوظ يعني حسابيا أنها تتوج. الرجاء بطبيعه الحال هو الفريق الوحيد اللي عنده يعني مصيره بين ارجل لاعبيه، لانه رغم انه عنده مواجهه صعبه مع فريق الجيش الملكي اللي فريق مرجعي وفريق عنده تاريخ كبير في الدوري المغربي، واللي ايضا حقق انتصارات مهمه وبحصص عريضه في الدورات الاخيره. كذلك بالنسبه للوداد اللي عندهم 56 نقطه، يعني حتى هما عندهم فرصة للتتويج، ولكن يعني في انتظار تعثر فريق الرجاء البيضاوي المتصدر. يعني فرق الدار البيضاء اليوم للوداد والرجاء تواجه فرق الرباط، يعني الرجاء تواجه الجيش الملكي اللي هو فريق مدينة الرباط، والوداد يواجه فريق الفتح الرباطي أيضا، واحد من الفرق اللي عندها استقرار لا من الناحية التقنية ولا من الناحية المادية، وعندها تركيبة بشرية غنية جدا باللاعبين الموهوبين، وبالتالي فالمباراتان معا يعني في غاية الصعوبة بالنسبة للفريقين معا. غير الفرق هو أنه الوداد يجب أن ينتصر وينتظر تعثر فريق الرجاء أمام فريق الجيش الملكي، بينما نهضة بركان بدوره الذي يواجه اليوم في نفس التوقيت أي السابعة بالتوقيت المغربي اللي هو توقيت جرينيتش زائد واحد، فغادي يكون في مواجهه فريق اولمبيك اس بي، وفي حاله يعني انتصار نهضه بركان فغيكون هو الاخر
يعني ينتظر تعثر الرجاء ثم الوداد ليتساوى معهم في النقاط، وبالتالي فغادي تدخل يعني المسائل اللي مرتبطه بالعدد الاهداف المسجله في حاله انتصار او في حاله هزيمه الرجاء وتعادل الوداد ليتساويان مع نهضه بركان في حاله انتصاره ب 57 نقطه، فهنايا الوداد يعني عنده 3 زائد 23 بينما الرجاء عنده زائد 19 ونهضه بركان عندها زائد 11 في النسبه العامه ديال الاهداف، بالتالي فنهضه بركان يجب ان ينتظر تعثر الفريقين معا للوداد والرجاء وانتصار هو من اجل التتويج باللقب، وسيبقى ماموريه صعبه جدا ولكن يعني حسابيا لا زالت عنده حظوظ، بينما الوداد في حاله الانتصار ينتظر فقط تعثر الرجاء او اما بهزيمته او تعادله من اجل التتويج باللقب، وبين هذا وذاك ففي حاله تتويج الرجاء باللقب يبقى التنافس ايضا على المركز الثاني بين الوداد ونهضه بركان، المركز الثاني بطبيعه الحال المؤدي الى خوض منافسات عصبه الابطال في الموسم المقبل ان شاء الله. من متابعتك لمباراه الفرق الثلاثه الاخيره الوداد والرجاء ونهضة بركان، بالنسبة لوجهة نظرك أنت شايف مين الأقرب النهاردة أن هو يحقق البطولة؟ والأقرب كابتن أيمن هو الرجاء لأنه هو اللي متصدر ومصيره كيف قلنا بين أرجل لاعبيه، يعني ينتصر ويفوز بالدوري دون انتظار النتائج الأخرى. الصعوبة بالنسبة للوداد المحتل الرتبة الثانية بفارق نقطة عن المتصدر الرجاء، وكذلك نهضة بركان المحتل الرتبة الثالثة ب 54 نقطة، فهما يعني في حالة فوز هما يعني غادي يتسناو يعني ينتظروا تعثر الرجاء، بينما الصعوبة تكمن في أنه الرجاء يواجه كيف قلت فريق اللي في المباريات الأخيرة أستاذ أيمن كيف تكلمتي، فالفريق الجيش الملكي حقق جوج ديال الانتصارات وبحصص عريضة، يعني حتى أنه فريق الجيش الملكي يمكن في هذا الموسم هذا كان في مرحلة إعادة البناء لانه فيه وجوه كامله جديده، ولكن في الدورات الاخيره صلح يمكن العيب الوحيد اللي كان عنده هو انه ما كانش عنده التوفيق امام المرمى وما كانش كيسجل اهداف كثيره، ولكن في الدورتين الاخيرتين ف يعني تمكن من انه يحل هذا الاشكال وانتصر يعني بحصص عريضه، وهنا تتكمن الصعوبه ديال المواجهه ديال فريق الرجاء البيضاوي مع الجيش، وهذا المعطى هو اللي كيتسناه بطبيعه الحال المطاردين المباشرين لا الوداد ولا نهضه بركان باش يقدر يعني يوصلوا للقب المنشود. كيف قلنا الرجاء هو يعني المرشح لانه هو المتصدر والمصير بين ارجل لاعبيه، ولكن المواجهه القويه اللي عنده مع فريق الجيش الملكي تجعل انه هو يعني الحظوظ يمكن والامل ديال الوداد ونهضه بركان دائما يتقوى بالنظر يعني للخصم ديال الرجاء البيضاوي اللي هو خصم قوي، ولكن بطبيعه الحال الفرق الثلاثه مستعده، والدليل هو انه حق انتصار يعني في الدوره يعني قبل الاخيره الدوره 29، والرجاء كان لاعب خارج الميدان ديالو امام فريق اولمبيك خريبكا اللي كان يعني مهدد بانه ينزل للقسم الثاني وبخسارته امام الرجاء بهدفين لواحد فهو نزل للقسم الثاني رسميا الدوره الاخيره، وهناك يعني بان بانه الرجاء عازم كل العزم لانه يحقق البطوله لانه فاز خارج الميدان ديالو بطبيعه الحال على اولمبيك خريبكا بهدفين لواحد رغم صعوبه المباراه، ولكن يعني استطاعوا الرجاء كنعرفوا عنده عناصر مميزه جدا، عناصر بخبره كبيره كنهضروا على محسن متولي، عبد الاله حفيدي، بدر بانون ربما اللي يقترب من الاهلي ان يعني نقول ربما الامور حسمت ومن بعد المباراه ديال عصبه الابطال غادي يقدر ينتقل الاهلي، واحد من المدافعين المتميزين، واسماء اخرى اللي عندها تجربه كبيره، وبطبيعه الحال هذه التجربه هي اللي كيعول عليها الرجاء فانه يفوز اليوم في المباراه ديالو امام الجيش الملكي ويحسم اللقب بشكل نهائي وتبعي. كلنا طبعا شفنا جميع الدوريات ان جميع الدوريات الفرق كلها تاثرت بتوقف المسابقه بسبب كورونا، هل برضو اداء الوداد والرجاء في توقف المسابقه بسبب كورونا اتاثر شويه بعض الشيء؟ بالنسبه للوداد والرجاء فاكيد غادي يكون التاثر من الناحيه المعنويه، يعني يمكن من الناحيه البدنيه ومن الناحيه التقنيه ربما يعني يعني من بعد مرور الايام يمكن اللاعبين يسترجعوا الطراوه البدنيه ديالهم بطبيعه الحال يعني بوجود طاقم تقني اللي كيشتغل على هذه الاشياء، ولكن
التأثير الكبير كابتن أيمن بالنسبة للوداد والرجاء هو عدم اللعب أمام جمهورهم. يعني الوداد والرجاء كنعرفوا بأنه في عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، والجمهور يلعب دور كبير في تحقيق النتائج الإيجابية بالنسبة للفريقين، ولكن غياب الجمهور يعني أكيد كان له تأثير ديالو كبير كبير جدا. لأنه الوداد والرجاء لا من الناحية المالية، يعني المداخيل ديال المباريات كتكون مداخل مرتفعة لأنه كيكون عدد كبير من الجمهور، وال يعني حتى الدعم اللي كنعرفوا بأنه الألتراس لا ديال الوداد ولا ديال الرجاء يعني كيخلقوا الفرجة والمتعة في المدرجات. هذا بطبيعة الحال كان له تأثير على الأداء ديال الرجاء ولا الوداد. أضيف إلى ذلك أن يعني الموسم أصبح أطول، وبالتالي فكان يعني مجموعة من الإصابات في صفوف الفريقين لا الوداد ولا الرجاء، خصوصا الوداد اللي كان عنده مجموعة من اللاعبين اللي غايبين بسبب الإصابة. اليوم أيضا كاينين اللاعبين اللي غادي يغيبوا على مباراة الفتح الرباطي بسبب الإصابة. بطبيعة الحال طول الموسم والفترة ديال الراحة التامة اللي كانوا فيها اللاعبين، رغم أنهم كانوا كيتدربوا بشكل انفرادي وكنعرفوا بأنه في المغرب عشنا 3 أشهر حظر صحي تام، بالتالي يعني حتى التدريب اللي كانت داخل المنازل ماشي بالقدر وبالوتيرة اللي تعودوا عليها اللاعبين في يعني التدريب الجماعية. بالتالي فمن ناحية المعنوية وغياب الجمهور كاين تأثير، من ناحية البدنية ربما كان تأثير ولكن تم تداركه، ولكن تبقى الإصابات اللي كانت صفوف الفريقين والأعطاب بطبيعة الحال هي اللي كانت أثرت بشكل كبير على أداء الفريقين. مع أنه الدليل وأنه الرجاء يعني مباشرة بعد العودة واستئناف التدريب فكانت عنده خسارة مفاجئة في الميدان ديالو أمام فريق اتحاد طنجة، وهذه الخسارة ربما هي اللي خلاته أنه اليوم يبقى في حسابات حتى الدورة الأخيرة من أجل حسم اللقب. كذلك الوداد كانت عنده تعثر في بعض المباريات اللي تلت المرحلة ديال الحجر الصحي، وبالتالي يعني التأثير كان للنتائج ديال الفريقين بسبب كيف قلنا الإصابات، بسبب غياب الجمهور، بسبب أيضا الأمور البدنية اللي كان خاص وقت باش اللاعبين يسترجعوا الطراوة البدنية ديالهم اللي تخليهم يلعبوا مباريات في المستوى اللي تعودنا عليه. من وجهة نظرك قبل مباراتي الدور قبل النهائي، مين الأجهز فنيا وبدنيا دلوقتي، الوداد ولا الرجاء؟ من الناحية الفنية فبالنسبة للرجاء بالنسبة للمباراة ديال نصف النهائي، بالنسبة للرجاء فالنقطة اللي نقطة يمكن نقولوا نقطة قوة بين قوسين هي الحفاظ على الاستقرار التقني، لأنه كان الحفاظ على الطاقم التقني بقيادة المدرب جمال السلامي والمساعد ديالو اللاعب الدولي السابق يوسف الصفري، كان يعني استقرار من ناحيه التقنيه. بالنسبه للوداد شفنا تغييرات كثيره على يعني الطاقم التقني، يعني تغيير المدرب كان في اكثر من مره، 3 مرات الوداد يغير المدرب، والان كاين طاقم تقني جديد بقياده المدرب ميغيل انخيل جاموندي، هذا المدرب السابق لفريق حسنيه اكادير اللي حقق معاه نتائج جيده، وكان يعني لعب معاه نهائي ديال كأس العرش المغربي، واللي كان جا منذ مده كان يعني تعين كمشرف عام على النادي، ولكن برحيل المدرب السابق للوداد فيعني جاموندي المدرب السابق كان هو بطبيعه الحال المدرب السابق للاهلي مسيو غاريدو، هو اللي كان يعني قبل، والان كان يعني النتائج مسافات مسيو غاريدو، وبالتالي الان يعني تغير، واللي كان الان هو ميغيل انخيل جاموندي، رغم انه كان عنده مشكل ديال سبق ليه درب فريق في الدوري المغربي، وكنعرفوا القانون ديال الاتحاد المغربي يعني كيمنع على مدرب انه هو يدرب فريق يعني يوقع لفريق اخر في نفس الموسم، فكان تعين مشرف عام، والمساعدين ديالو هو اللاعب الدولي السابق السنغالي موسى نضاو، هذا اللي مدرب كان منذ مده في مهمه المدرب المساعد، وهو لاعب سابق ايضا للوداد، وكان ايضا لاعب دولي المغربي السابق طارق شهاب هو المساعد الثاني، وهذا هو الطاقم التقني الجديد للوداد.
ربما يعني النقطه ديال 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 الاستقرار التقني غتكون لها تاثير. بطبيعه الحال كل مدرب عنده نهج تكتيكي خاص به، عنده عناصر اللي كيعتمد عليها. بطبيعه الحال كاين تغييرات يعني مع مجيء كل مدرب تقع تغييرات كثيره، بالتالي هذا المعطي يمكن يكون صالح الرجاء لانه الاستقرار التقني معروف انه هو يساهم في تحقيق نتائج جيده، بينما الوداد تغيير المدربين ربما اثر عليه، ولكن سيبقى الوداد هو الوداد لانه هو عنده لاعبين بتجربه كبيره. كنهضروا على صلاح الدين السعيدي، كنهضروا على النقاش، كنهضروا على اسماعيل حداد بادي اوك، هادو لاعبين اللي بتجربه كبيره طبيعة الحال تيقدروا يحتاجوا وقت اقل للاندماج ولا للتاقلم مع اي طريقه لاعب ديال اي مدرب جا الفريق. يمكن الاستقرار مهم، ولكن تنظن بان التركيبه البشريه ديال الوداد يمكن غتنقص شويه من الحده ديال هذا المشكل هذا اللي هو كان مشكل دائما كيعانوا منه الوداد، وانه ما كيصبروش على المدربين بزاف، لانه الوداد عنده قاعده جماهيريه كبيره ودائما تطالب بتغيير المدربين كلما ساءت نتائج ديال الفريق. شكرا جزيلا للزميل العزيز من المغرب الشقيق. ومن المغرب نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب مباراه ونتعرف منه على اخر الاجواء هناك. مساء الخير يا فاروق. مساء النور يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله يوم موفق لفريق النادي الاهلي. الجوله 33 للدوري المصري، مباراه قبل الجوله قبل الاخيره، مواجهه فريق النادي الاهلي وبيراميدز اللي بتقام هنا على استاد القاهره. خليني في البدايه اقول لك يا كابتن ايمن ان استاد القاهره يتزين اليوم لاستقبال هذا اللقاء، كل الامور التنظيميه، كل كافه الامور واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه. كان اول الواصلين الى ارض الملعب كان مراقب لجنه المسابقات الكابتن سمير جوده اللي قام بتفقد كافه الامور ومراجعه كافه الامور الخاصه بالجانب التنظيمي للقاء، واثنى على اداره النادي الاهلي وعلى تنظيم النادي الاهلي، وقال دايما ان ده عهدنا بمباريات النادي الاهلي اللي بيتولى فيها الناحيه التنظيميه. اقدر اقول لك برضو كان وصول طاقم تحكيم لا يدير هذا اللقاء بقياده الحكم الدولي محمود البنا اللي بيعاونوا في هذا اللقاء احمد حسام واحمد توفيق والحكم الرابع محمد حسن وحكم فيديو محمود دسوقي والحكم مساعد الفيديو مصطفى عثمان. تفقدوا ارض الملعب وكانوا يعني واصلين الى ارض الملعب بمتابعه برضه كافه الامور وجوله في ارض الملعب. ايضا اللي نتكلم على النادي الاهلي واستعداده لهذا اللقاء، وطبعا زي كابتن ايمن انت عارف لقاء بيرتبط ب متابعة جماهيرية من جانب جماهير النادي الاهلي، هو خاصة ان هو المحطة الاخيرة قبل السفر يوم الثلاثاء القادم لمواجهة فريق الوداد. النادي الاهلي بيعاني من مجموعة من الغيابات والاصابات، ليلجأ مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي للاستعانة بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. شفنا في اللقاء الماضي الدفع بعربي بدر منذ بداية اللقاء في مركز الظهير الايمن، النهارده موجود محمد شكري، هل من الممكن ان مستر بيتسو موسيماني يدفع بيه من بداية اللقاء في مركز الظهير الايسر، خاصة يعني عودة ياسر ابراهيم، من الممكن ان هو يبقى في قلب الدفاع مع محمد هاني؟ كلها امور كلها احتمالات، لكن بيبقى الرؤية الفنية طبعا لمستر بيتسو موسيماني، بيستعين ايضا بشادي رضوان ومحمد فخري، المجموعة الموجودة من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. النادي الاهلي يا كابتن ايمن في هذا اللقاء طبعا بيملك من النقاط رصيد 85 نقطة، بيتمنى ان شاء الله النادي الاهلي ان هو يحقق الانتصار في اللقاء علشان يوصل للنقطه رقم 88 ويكثر او يعادل رقمه القياسي اللي كان سجل عام 2017 2018 كاعلى عدد من النقاط وصل ليه نادي مصري في بطوله الدوري المصري. ايضا النادي الاهلي رصيده من الفوز في هذه البطوله 27 انتصار، يتمنى النهارده ان شاء الله نحقق الانتصار عشان تعادل الرقم 28 اللي هو ايضا رقم مسجل باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي ايضا رصيده من الاهداف هو 71 هدف، بيتمنى ان شاء الله انه يحرز عدد من الاهداف عشان يعادل الرقم اللي هو مسجل ايضا في موسم 2017 2018 ب 75 هدف. نقدر نقول يا كابتن ايمن ان شاء الله مباراه تكون موفقه للنادي الاهلي ان شاء الله في هذا اللقاء، وتكون بروفه قويه جدا قبل مواجهه فريق الوداد. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، ومن فاروق نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان ونشوف ايه اخر الاخبار عنده. مساء الخير يا شريف.
تحياتي ليك كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الاهلي وبيراميدز في الثامنه مساء على ملعب استاد القاهره. يا رب باذن الله دعواتك ودعوات كل مشاهدينا باذن الله يكون فوز جديد للنادي الاهلي من فندق الاقامه. النهارده كان يوم النادي الاهلي بدا في 10 صباحا وكان في النهارده اختبار كورونا او تحليل كورونا علشان خاطر سفريه المغرب طبقا لتعليمات الاتحاد الافريقي. وايضا كان في بالسور الدم كان في عين الدم اتاخدت من كل لاعبي النادي الاهلي اليوم. وبعد انتهاء الشركه من اخذ عينات النادي الاهلي وتحليل كورونا اتجهت الى ملعب التيتش عشان بعض اللعيبه البدلاء اللي كانوا بيتمرنوا النهارده ومسافرين مع النادي الاهلي يقوموا بنفس الاجراء باذن الله. يا رب باذن الله الاهلي يروح المغرب باذن الله ويفرحنا باذن الله من المغرب. يمكن دي كانت اجواء المعسكر ما يخص سفريه المغرب اليوم. خليني اقول لك النهارده النادي الاهلي النهارده محاضرته كانت في الساعه 4:15. يمكن مستر موسيماني قعد حوالي ساعه الا ربع اتكلم فيها عن تشكيل اللي هيلعب بيه المباراه بعد قليل وعن الجمل التكتيكيه والفنيه اللي طلبها من لاعبي النادي الاهلي. وطبعا اتفرجوا امبارح في التمرين الاخير على فريق بيراميدز محاضره يمكن استمرت حوالي ساعه اتكلم فيها عن كل شيء وما يخص ونقط القوه والضعف لفريق بيراميدز. بتمنى باذن الله رب التوفيق للنادي الاهلي. التحرك هيكون في 6:00 مساء باذن الله تلت ساعه 25 دقيقه بكثير باذن الله ويصل الاهلي استاد القاهره الدولي. خليني اقول لك النهارده غيابات النادي الاهلي كتير جدا. يمكن بتتكلم في الشناوي سوبر ستار وبطمنك عليه وبطمن كل جماهير النادي الاهلي. الشناوي جاهز لمباراه الوداد المغربي. علي معلول، ايمن اشرف، جيلاردو، رامي ربيعه، مروان محسن. ومروان محسن يمكن الراجل بريحه عشان خاطر طبعا مباراه الوداد. وايمن اشرف برده بطمنك عليه جاهز ايضا برده لمباراه الوداد المغربي. النهارده طاقم تحكيم يمكن حكم ساحه محمود البنا بيساعده احمد حسام واحمد توفيق، وحكم رابع النهارده محمد محسن، حكم فيديو اليوم محمود دسوقي ومصطفى، وطبعا مصطفى عثمان حكم مساعد فيديو. يا رب باذن الله النهارده يكون يوم جميل لكل جماهير النادي الاهلي ونفوز النهارده. الناس كلها بتتساءل هل هيلعب النهارده بالفول تيم ولا هيلعب ببعض الناشئين. هنعرف كل ده بعد قليل اما نعرف التشكيل اللي هيعلنه طبعا مستر موسيماني لكل جماهير النادي الاهلي. بالتوفيق باذن الله النهارده للنادي الاهلي ويكون 3 نقاط جداد يضافوا الى رصيد النادي الاهلي عشان نوصل باذن الله للنقطه 88 ونعمل ارقام قياسيه كالعاده. موسم باذن الله كله ارقام قياسيه. عوده ليك من جديد كابتن ايمن. اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان. وزي ما احنا شايفين الاجواء مهيئه باذن الله للنادي الاهلي لتقديم عرض جيد والفوز بمشيئه الله. ونتمنى اكتر التوفيق باذن الله لطاقم التحكيم المكون من الكابتن محمود البنا واحمد حسام واحمد توفيق ومحمد حسن كحكم رابع ومحمود دسوقي حكم الفار والكابتن مصطفى عثمان مساعد حكم فيديو. هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنرجع نستقبل ضيوفنا الكبار محللين للاستوديو التحليلي النهارده، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، كابتن هاني العجيزي. ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده الكابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن ايمن. كابتن محمد يوسف اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. الله يخليك كابتن. كابتن عادل مصطفى اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن هاني العجيزي، اهلا وسهلا بيك منورنا. كابتن ايمن ربنا يخليك. كابتن علاء، البدايه النهارده بدايه مشجعه، كنت عايز اقول حاجه قبل البدايه المشجعه. خلينا لو قبل المباراه طبعا بنقول محمد يوسف كل سنه طيب، كان عيد ميلاد اول امبارح. الله يخليك كابتن. كام ده؟ 35؟ لا 34 عشان ما يبانش عليك. كويس كل سنه طيب يا محمد، ودايما سنه طيب كده يا رب. عقبال 100 سنه يا رب. بالمناسبه دي بس عشان نكمل الموضوع، كابتن ايمن هو اللي جايب التورتايه النهارده، تورتايه مانجا، والراجل تعب جدا لحد ما جابها. ففي تورتايه النهارده ان شاء الله ربنا يشطيه. كل سنه طيب يا محمد. الله يخليك كل سنه طيب يا حبيبي. شكرا كابتن ايمن، طبعا لازم اشكرك طبعا. ربنا يخليك اول واخر مره ان شاء الله. كابتن علاء، طبعا كنا بنتكلم في الانترو على موضوع غريب جدا حاصل اليومين دول. يقول لك احنا هنشجع الاهلي، احنا هنشجع الاهلي عشان الاهلي يكسب، مش عارف بيراميدز عشان احنا. ايه الكلام ده؟ ما هي ده، بص يا اما كل يومين كده او كل فتره بيحصل حاجه على السوشيال ميديا، لكن هو المباراه دي يعني حاله خاصه شويه، لان هي هتحدد مصير حاجات كتير قوي في الدوري. لكن اللي انا عايز اقوله انه ما فيش حاجه، احنا هنشجع النادي الاهلي عشان يكسب. النادي الاهلي مش محتاج حد يشجعه طب. ولا محتاج خالص، محتاج النادي الاهلي عنده جمهوره اللي ما شاء الله يعني حدث ولا حرج عليه. النادي الاهلي مش محتاج تشجيع زياده، النادي الاهلي بيلعب عشان حاجه واحده، مكسب. صحيح. بس بغض النظر عن اي حاجه تانية، يعني طبيعه النادي الاهلي ان هو مش بيبص لحد خالص يا ايمن، هو بيبص عند مباراه كذا بيفكر في حاجه واحده، الثلاث نقاط. صحيح. بس هو يفكر في كده، توفيق بقى من عدم ده حاجه بتاعت ربنا، لكن النادي الاهلي معروف بيلعب على مكسب. حد بقى يبقى عنده مستفيد من الموضوع ده، هيتضر الموضوع ده، انا لا يخصني بشيء. انا عندي مباراه النهارده، مباراه مهمه، مباراه قويه ان شاء الله بنتكلم عليها، هو مركز في حاجه واحده بس، يدي النهارده ان شاء الله رساله لجماهير النادي الاهلي، رساله طمانينه ان شاء الله مباراه الوداد لا البشاير تبقى ان شاء الله كويسه، وتطمن على كل اللعيبه، ويبقى مباراه قويه، مباراه مكسب ان شاء الله النهارده، بغض النظر عن اي اتجاهات تانية خالص. كابتن محمد، شايف الموضوع ده ازاي اللي اثار ضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا الايام اللي فاتت؟ لا هو طبعا يعني بعيد عن السوشيال ميديا، احنا النادي الاهلي ما بيلعبش لحساب حد، يعني النادي الاهلي دايما هدفه الفوز، هدفه الحصد ثلاث نقاط. المباراه جايه طبعا في ظروف يعني استثنائيه، عنده مباراه الوداد، وانا شايف ان هي تجربه قويه، يعني تجربه النادي الاهلي، موسيماني، كل الجهاز الفني محتاج ان هو يطمن على الفريق، خصوصا ان انت بتلعب فريق قوي، فريق ثالث الدوري العام، فريق عنده حلول هجوميه كويسه جدا، هتقدر تختبر او يعني مباراه شبيهه شويه بالمباراه اللي انت هتلعبها في الوداد. بتتكلم على اقوى خط هجوم بعد النادي الاهلي اللي هو بيراميدز، فده انا شايف اختبار النهارده كويس جدا. كنت اتمنى ان النادي الاهلي ما يبقاش عنده غيابات، عنده ايمن اشرف النهارده في الغيابات، فكنت نفسي ان هو يشتغل في حته خط الظهر بالفول تيم بتاعه، على اساس انت بتلعب بيراميدز عنده حلول هجوميه مميزه جدا، جايب 52 هدف في الدوري، وبالتالي هتشتغل، هيبقى شغل كويس، تدريبه كويسه لمدافعين النادي الاهلي. انما في النهايه النادي الاهلي بيبحث عن الثلاث نقاط، بيبحث عن الفوز، عنده اعتبارات معنويه مهمه جدا انه يروح الوداد وهو يكون كسبان في اخر مباراه ليه، دي معنويا هتدي ثقه. فايضا عنده النهارده النادي الاهلي عنده 85 نقطه، عايز يكسر الرقم ويعدي ال 90، فطبعا مهمه جدا، فاضل له مباراتين، وده هيبقى رقم طبعا يعني من الارقام القياسيه انه ينهي دوري برصيد اكتر من 90 نقطه. كل دي حاجات مهمه جدا، غير بقى دوافع اللعيبه ذات نفسها انها عايزه تثبت نفسها، وقلنا في الاستوديوهين قبل كده مباراه المقاولين والمباراه اللي فاتت ان كل لاعب عايز يحوز شرف تمثيل النادي الاهلي في مباراه الوداد. صحيح. وهنا مع تغيير جهاز فني جديد، فطبعا كل واحد عايز يقدم احسن حاجه عنده، كل واحد عايز يعبر عن نفسه لموسيماني، طبعا هو عارف لعيبه كتير، لكن في نفس الوقت
اللعيبة عندها الدوافع دي، فالمباراة من هنا هتيجي مباراة قوية. هنتكلم في فنيات طبعا، ولكن احنا كابتن عادل تحس ان الموضوع شائك، وكأن تشجيع الجماهير الاخرى للنادي الاهلي هو اللي هيأثر على النادي الاهلي وهيخليه يكسب. لا هو مش يعني في مواضيع كده بقت تاخد حيز كبير مننا، وموضوع يعني عندنا حاجات اهم منها. صحيح. بالنسبة للناس كلها، بالنسبة لكل الجماهير، يعني كل فريق لو وكل جمهور لو ركز مع فريقه بس انه يبقى احسن حاجه، هتلاقي ان فريقه بيرتقي بحاجات كتير جدا، بفوز، بالاداء، بانك تبقى مركز طول الوقت. احنا بقى عندنا مناوشات كتير جدا على السوشيال ميديا، بتقعد تتكلم في كل حاجه ليها علاقه بالفرقتين، مين كسب، مين خسر، مين خسر من فريق منافس تاني، مين خسر في افريقيا، مين. فالامور اصبحت انك ما بتفكرش في مكسبك قد ما تفكر في خساره خصمك. صحيح. ودي حاجه يعني حاجه مش دي اكتر حاجات بتقلل منك انت كفريق او كشخصيه فريق، انك بتدور على اخطاء الاخرين. وده الانديه الكبيره ما بتبص للحاجات دي، يعني النادي الاهلي لا يعنيه مين كسب ومين خسر. صحيح. النادي الاهلي بيبص لحاجه واحده. صحيح. النادي الاهلي بيفكر في حاجات تانية، بيفكر في 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 بطولات تانية، افريقيا وفي مصر اكثر تتويجا على مستوى العالم. في حاجات كتير جدا احنا بنفكر فيها وعايزين نشتغل لها، بنشتغل عليها عشان توصل لده. فشل الاخرين مش هو اللي هينجحك. صح. يعني عمر ما انت لو الفرقه الثانيه خسرت انت مش هتكسب، انت هنخسر كلنا، ما في حد لازم يكسب. صحيح. ما لازم انا افكر ان انا اكسب. صح. فبالتالي الناس لو الفكر بتاعها توحد ان انا محتاج ان انا ابقى كويس، محتاج ان انا ادعم فرقتي، محتاج ان انا اشتغل على نفسي، مش هحط في نفسي في موقف ان انا محتاج حد يكسب لي، او ان انا فرقه، او ان انا اشجع حد او مكان حد. وخد بالك كل الناس اللي بتتكلم ان انا ما اشجعش النادي الاهلي، عشان هو ده حقه طبعا، هو بيشجع فرقته، وانا واحد من الناس انا مش هشجع حد لصالح غير فرقتي. صح. وده شيء منطقي جدا وشيء صحيح. محترم. صحيح. ولكن في اهداف بقى تانية تخليني ما اوصلش للمرحله دي، ان انا اشتغل، ان انا اشتغل كويس، ما استناش نتائج حد. فاعتقد يعني حاجات بتاخد من تفكيرنا كتير، واحنا يعني شايف ان الناس عندها حاجات اهم من ان هي ان احنا نشتغل وان احنا نبقى في مكان كويس، اهم من ان انا اقعد افكر مين انا اشجع مين على حساب مين. يعني اشتغل على فريقك الاول، اشتغل على فريقك، كل واحد اشتغل على فريقه. انت بعد لو اشتغلت على فريقك انت مش محتاج تستنى نتائج حد، وده الصح، وده اللي احنا اتربينا عليه احنا. صحيح. ودايما اللي بيفكر في المركز الاول ما بيشغلوش مين عمل ايه. صحيح. هو انا عايز اكسب وبعد كده هشوف نتائج الاخرين. فعلا. صحيح. بس. صحيح. كابتن هاني، يمكن انت قريب جدا من الجمهور، وجمهور النادي الاهلي زي ما بنقول يعني جمهور بيهز جبال فعلا. النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي محتاجين حد من بره يشجع النادي الاهلي عشان يكسب؟ اكيد لا طبعا. لا طبعا. الموقف اللي النادي الاهلي فيه ده كابتن ايمن يعني قد ايه يقول لك او يبين لك قد ايه قيمه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي خلاص خد الدوري وحسم الدوري من حوالي 3 او 4 اسابيع، والفرق الثانيه لسه يعني عايزه مستنيه نتيجه النادي الاهلي وفرقه تانية على اساس ان هي تشوف هتروح لفين. يعني انا بصراحه فخور ان انا منتمي للنادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا كيان كبير، والموقف زي الموقف اللي بيحصل النهارده ده يبين لك قد ايه ان النادي الاهلي في حته تانية خالص، والنادي الاهلي فعلا رقم واحد في مصر بالنتائج وبالاحصائيات وكل حاجه وبالاداء وكل حاجه. حته طبعا الفرقه الثانيه عايزه ان هي مستنيه النهارده ان النادي الاهلي يكسب او لا. النادي الاهلي زي ما الكباتن قالوا، النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله خالص ولا بيبص للمهاترات دي كلها. هي ممكن تكون يعني حاجات على السوشيال ميديا موجوده، لكن انا كلاعب في النادي الاهلي او كمدرب في النادي الاهلي ما اعتقدش ان الناس دي بتبص على الموضوع السوشيال ميديا ده. اكيد الناس هتنزل النهارده هتكسب، هتادي برجوله زي ما كابتن يوسف قال. الناس النهارده كل واحد عايز يثبت لنفسه او يثبت للراجل ان هو يكون الاقدر ان هو يبقى موجود في مباراه الوداد ان شاء الله، لان دي مباريات يعني بتحصل كل فتره يعني. لكن انت بتتكلم النهارده لا ان شاء الله انت تكسب الوداد باذن الله، توصل ان شاء الله فاينل باذن الله. يعني دي حاجه طبعا اي لعيب في النادي الاهلي يتمنى يكون موجود في مباراه زي دي. والبطوله يعني بقى لها حوالي فتره كبيره 6 سنين او 7 سنين غايبه عننا، فهتبقى ليها طعم خاص. وبعد المشاكل اللي بتحصل وبعد الانتقادات اللي موجوده في السوشيال ميديا والحاجات الكتيره اللي احنا بنشوفها الفتره دي، فاعتقد ان لعيبه النادي الاهلي ومدير الفني بتاع النادي الاهلي حتى النهارده باين في القائمه بتاعته. الراجل بدا بالتشكيل القوام الاساسي بتاعه، ولسه هنشوف التشكيل، لكن القائمه بتقول ان هو الراجل ما بيهزرش ولا باصص لحته ان انت
في فرقه تانية هتستفاد من النتيجه بتاعتك او لا. مزبوط. فده اللي اتعودنا عليه في النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيبصش للحاجات دي، وان شاء الله باذن الله اتوقع النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يعمل مباراه كبيره، يعني تكون بروفه قويه ان شاء الله المباراه باذن الله رب العالمين. واكيد النادي الاهلي بيلعب لنفسه ولنفسه فقط، ده اللي تعودنا عليه طول عمرنا، وهي دي قيم ومبادئ النادي الاهلي. تعالوا نروح لتقرير عن المباراه ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد التقرير. بطل الدوري يبحث عن الانتصار الأخير أمام بيراميدز قبل السفر للمغرب. يلتقي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم مع فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية تجمع الفريقين رغم حسم المارد الأحمر لقب الدوري رقم 42 في تاريخه. وتعد مباراة اليوم مصيرية في تحديد المركز الثاني خلف المارد الأحمر في ضوء الصراع الشرس بين الزمالك وبيراميدز من أجل احتلال الوصافة خلف بطل القرن الإفريقي. كما يبحث بيراميدز عن تعويض خسارة الدور الأول ومزاحمة الزمالك على وصافة الدوري، أملاً في اللحاق بالأهلي في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه. ويدخل الأهلي المباراة رافعاً شعار الفوز بعدما اكتسبت مبارياته مع بيراميدز في السنوات الأخيرة قدراً من الندية والتنافس القوي، بما يجعلها مباراة ساخنة. بجانب ذلك يحاول الأهلي تعزيز أرقامه المميزة في الدوري هذا الموسم، فالفريق يسعى للوصول للفوز رقم 28. كما يسعى الجنوب أفريقي موسيماني مدرب الأهلي الجديد للفوز الثالث على التوالي بعدما حصد 6 نقاط من انتصارين على المقاولون العرب وإمبي، ويسعى للمزيد ليكسب ثقة الإدارة والجماهير. كما تعد مباراة اليوم بروفا جيدة لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي تترقبها جماهير الأهلي بفارغ الصبر كخطوة هامة نحو حلم التاسعة الإفريقية. ويفتقد الأهلي لجهود عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، بينما يعتمد موسيماني على جهود أفضل لاعبي الأهلي الموسم الحالي عمرو السولية، ومعه العائد من الإصابة حسين الشحات، والمهاجم الذي تألق مؤخرا مروان محسن. وفي المقابل يدرك بيراميدز جيدا صعوبة مواجهة الشياطين الحمر، خاصة وأن الخسارة قد تعني ضياع أفضل مركز قد يحققه الفريق بالدوري طوال تاريخه السابق. ويعتمد بيراميدز على جهود عدد كبير من اللاعبين على رأسهم عبدالله السعيد وإيريك تراوري ومحمد فاروق وجون أنتوي. هي مواجهة صعبة فعلا بين فريقين، نادي الأهلي فريق كبير ونادي بيراميدز بنجومه. كابتن علاء شايف المواجهة ازاي؟ مواجهة من العيار التقيل أيمن، فرقتين أقوياء جدا. النادي الأهلي طبعا معروف النادي الأهلي وقيمته وقوته، لكن هي الحدث بقى اللي بقاله مثلا موسمين ثلاثة تقريبا موسمين هو بيراميدز. لازم نكن لهم كل الاحترام، فريق محترم جدا، تقريبا كلهم نجوم كانوا في الأندية، التجميع بتاعتهم جمع مجموعة لعيبة كويسة جدا. كل خط ايمن عنده خط كامل وعنده الاحتياطي بتاعه، وبسرعه كده ميزه بيراميدز عنده دكه بدلاء قويه جدا جدا جدا، وكلهم لعيبه كويسه. يعني من النادر تلاقي بيراميدز فيه لعيب نص ونص، لا هم اشتروا لعيبه كويسه قوي، معظمهم لعب منتخب مصر ولعيبه كلها مؤثره، كانوا مؤثرين في انديتهم قوي. ففريق قدر يفرض نفسه وفرض نفسه بسرعه وبقى من الكبار زي ما بيقولوا على طول في المراكز الثلاثه الاولى، يعني يا ثاني يا ثالث. اشتراكه في الكونفدراليه كمان وممكن يوصل النهائي ويفوز بيها، بتمنى طبعا ان شاء الله يفوز بيها. ففريق ما فيهوش نقاط ضعف كتير يا ايمن النهارده، عشان كده صعوبه المباراه النهارده. النادي الاهلي معروف بقوته ما شاء الله، فريق متكامل. على الجانب الاخر بيراميدز لا، فريق محترم، ولازم النادي الاهلي اكيد احترم فريق بيراميدز كويس جدا، لان دايما المباريات بينه بتبقى قويه جدا فيها نديه. والنادي الاهلي النهارده ما فكرش غير في مكسب زي ما كلنا اجتمعنا واتكلمنا في الاستوديو النهارده. فمن هنا قوه المباراه ان فرقتين ما فيش واحد بيدافع، لا يعني الاهلي ما بيدافعش، لكن على الجانب الاخر دايما بتلاقي فريق بيبقى فيه متحفظ شويه قدام النادي الاهلي، في فريق بيدافع، لكن النهارده لا، بيراميدز هيلعب مش مدافع، ما
بالعكس صحيح. انه عنده اوراق رابحه كتير جدا، عندهم ثقه في نفسهم، بيلعبوا على مركز متقدم، مش عايزين يفقدوا المركز هم فيه، لان بالنسبه لهم دافع قوي جدا يا ايمن النهارده. يعني النادي الاهلي الحمد لله خلاص الموضوع الدوري ده انتهى، النهارده عايز يعمل بروفا الاخيره، يطمن مستر موسيماني على لعيبته وجماهير تطمن على لعيبتها. على الجانب الاخر نادي بيراميدز مش عايز يضيع المركز الثاني، عايز يعني يتثبت فيه كويس قوي، وعنده الاوراق اللي هتساعده النهارده. عشان كده صعوبه المباراه النهارده، مباراه مش سهله بالمره، النهارده المباراه تبقى على جزئيات صغيره جدا في الملعب، النهارده فرص ممكن ما تلاقيش كتير. اللعيب الاهدى، اللعيب اللي شايف الملعب كويس دايما، عشان لما نيجي نعمل مقارنه لما نيجي نتكلم في الاستوديو، فرقتين في كل خط عندهم عناصر مميزه كتيره جدا. عشان كده النهارده ايمن هي حاجات بسيطه جدا هتفرق، هي اللي هتفرق في الملعب النهارده، حاجات بسيطه قوي. الحاجات بسيطه ممكن في شكل الفريق، في التكتيك بتاع الفريق، تحركات لعيبتك، لكن الاثنين لا عندهم نقاط قوه كتيره جدا جدا جدا، نقاط الضعف قليله في النادي الاهلي او في نادي بيراميدز. عشان كده النهارده مباراه متوقعه، مباراه قويه جدا النهارده. هو بالنسبه للارقام كابتن علاء، كابتن محمد قال ان الفرقتين تقريبا في تكافؤ بينهم، برغم من ان في فارق في عدد النقاط. يعني مثلا النادي الاهلي لعب 32 مباراه ونادي بيراميدز لعب 32 مباراه، النادي الاهلي عنده 85 نقطه، بيراميدز عندها 63 نقطه، فرق 22 فرق 22 نقطه. النادي الاهلي صاحب اكبر فوز 27 فوز، بيراميدز 11 فقط، 19 فقط. النادي الاهلي هزيمه 1، بيراميدز هزيمه 8. مظبوط. تعادل النادي الاهلي 4، بيراميدز 12 تعادل. خط هجوم النادي الاهلي 71 هدف، وده اقوى خط هجوم، بيليه بيراميدز 52 هدف، ثاني اقوى خط هجوم. بالنسبه للنادي الاهلي اقوى خط دفاع 8 اهداف. هنا بقى خط دفاع بيراميدز، ودي غريبه شويه، وهنقول بعد كده الاحصائيات والكور اللي بتيجي فيهم ازاي من اهداف اخطاء ازاي، عليه 31 هدف. هو ثالث اقوى خط او رابع اقوى خط دفاع بعد الاهلي والزمالك والمقاولين. سالي 31 هدف. طبعا معدل يعتبر نسبه كبيره جدا. طبعا تقريبا كل مباراه تقريبا هدف. يعني ازاي النادي الاهلي يستغل النقطه دي بصراحه؟ بص، هو طبعا المباراه بشكل اجمالي، خلينا نتكلم على نقطه. اول حاجه فريق بيراميدز عنده نقاط القوه بتاعته في خط هجومه، في خط هجومه. خلينا نتكلم على نقاط القوه. نقاط القوه بيغيب عنه النهارده احد احسن لاعبي الدوري المصري، تراوري. إريك تراوري. انا من وجهه نظري ان صحيح. إريك تراوري من اللعيبه المميزين جدا، اللعيبه اللي هي بتصنع الفارق في وسط الملعب في الحته الهجوميه، مجهود وافر، عامل معدلات جري غير عاديه في وسط الملعب، فجاه بتلاقيه في ال 18 بتاعت الخصم، فجاه تلاقيه في ال 18 بتاعت فرقته، عنده مجهود كبير جدا، تكتيكي بدرجه، يعني لعيب تكتيكي، يعني لما المدرب عايز مثلا يكلفه بمهام معينه في مباراه ما بيعرف يقوم بيها، لانه لعيب يعني نقدر نقول مفيش لعيب متكامل لكن شبه متكامل. النهارده بيراميدز ما عندوش اللعيب ده، وبالتالي هيفرق شويه في وسط ملعبه. حته المجهود الوافر، حته الضغط، حته التكمله الهجوميه مع الثلاثي لما نيجي نتكلم على التشكيل. ولو ان عنده صانع العاب تقيل. عنده طبعا، عنده صانع العاب متمثل في عبد الله السعيد، عنده صانع العاب تاني شبه يعني بس بطريقه مختلفه زي عادل ابراهيم. ابراهيم عادل ولا ايه؟ ابراهيم عادل ده لعيب مميز وصغير في السن، بيصنع برضه فرص واسيستات بس بشكل مختلف شويه. صحيح. بشكل دريبل، بشكل ان هو بيحط الكره تحت رجله وبيروح واحد ضد واحد. محمد فاروق برضه في الجنب اليمين عنده مميز برضه في حته السرعات، بيعرف يجيب جون، خلص لهم الماتش يمكن اللي فات في لا مش اللي فات اللي قبله يعني يمكن ماتش او ماتشين، انا ما اتفرجش على المباراه بس عرفت ان محمد فاروق احرز هدف يمكن في الدقيقه 94. ايوه مقص كده. في المقص مصر. لا ماتش فرقه مصر. ماتش مصر. ماتش مصر 3-0. اللي قبلها كمان جاب جول في مقص كمان. يعني هداف بيعرف يجيب جول. فبيعرف يجيب جول. جول في مصر. فبيعرف يجيب جول وبيعرف يعمل اسيست. فانا شايف نقطه الحته الهجوميه لازم كويس قوي. قلت لك في بدايه كلامي ان ده اختبار كويس جدا وتمرينه قويه جدا لدفاع النادي الاهلي النهارده عشان هيطلع مباراه الوداد القادمه، فبيلعب قدام خط هجوم متنوع
الاشكال عنده اللي بيعمل اسيست بيعرف يعمل شيب باس بيعرف يعمل اسيست بنتريشن باس الحاجات اللي هي بتودي اللعيبه على البوكس على طول او بتودي اللعيبه على المرمى على طول عنده طرفين صراع وبيقدروا يلعبوا واحد ضد واحد فاروق شويه بياخد بيعتمد على سرعاته ابراهيم عادل بيعتمد على الكره تحت رجله عنده طبعا مهاجم يعتبر الابرز في الفتره الاخيره هو جون أنتوي. جون أنتوي هداف عايز دخل بريكورد كويس جدا الفترة الأخيرة وعامل ماتشات الفترة الأخيرة كويس جدا فبرضو ده اختبار كويس جدا للسردباكين بتوعنا. نقطة النقطة الضعيفة أو النقطة اللي المفروض النادي الأهلي يلعب عليها بشكل قوي قوي النهاردة هي حتة السردباكين. أنا وجهة نظري إن علي جبر أحمد أيمن منصور عند في الحتة دي فيها يعني عايز أقول فيها شوية تمركزات مش صحيحة في شوية عايز أقول بطء شوية في التغطية على بعض ما بيقدروش يرحلوا بسرعة كرة ما بتكون عند محمد حمدي في اليمين أو عمر جابر في الشمال أو حتى أيا كان مين في ناحية اليمين أو في ناحية الشمال. لا ده أنا هقول لك على إحصائية بمناسبة كده فعلا عدد الأهداف اللي جت فيهم 31 كويس في كور جت من الكورة العرضية في ضربات جزاء كم جول جه من العمق من القلب 20 جول من ال 31 من ال 31 ما انا بقول لك الحته دي حصل فيها تغييرات كتيره طبعا بنحيي طبعا فريق الاعداد على الاحصائيات الجميله دي لكن طبعاً. فعلا حاجه محترمه قوي يعني طبعاً. اللي عايز اقوله يا كابتن الحته دي لعب فيها عبد الله بكري مع علي جبر وبعدين لعب فيها احمد ايمن منصور مع علي جبر ولعب عبد الله بكري مع احمد ايمن يعني ما فيهاش استقرار بشكل كامل لو رجعت لنسبه المشاركات هتلاقي فيها تغيير كبير ودي انا بقول ان اضعف حته يمكن محمد حمدي وعمر جابر في الجنب الشمال واليمين عندهم يعني عندهم استقرار عندهم عايز اقول تمركزات دفاعيه قويه خصوصا محمد حمدي في حته الباك ليفت وبالمناسبه ده من ناشئين النادي الاهلي محمد حمدي من ناشئين النادي الاهلي طلع المصري ثم بعد ذلك رجع على بيراميدز فلازم النادي الاهلي النهارده يستغل الحته دي يستغل حته العمق لازم يبقى فيها اختراقات من 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 الاطراف بتاعتنا متمثله في النهارده ممكن حسين الشحات احنا لسه التشكيل لو بتتكلم متوقع طبعا حسين الشحات وكهربا لازم يبقى اختراقاتهم النهارده للداخل في العمق على احمد ايمن منصور وعلى علي جبر ويسيبوا المساحات اللي في الاطراف لمحمد هاني واحمد فتحي شفنا احمد فتحي الماتش اللي فات يمكن اتكلمنا وقلنا هيبقى فيه صعوبه شويه في تقدمه لكن ما شاء الله عمل مباراه قدام امبي ولا اروع صنع هدف جميل جدا لمروان محسن الهدف الثاني فالنهارده مطالب جدا بحته الاختراقات في العمق عشان تقدر ان انت تستغل المساحات اللي بين احمد ايمن منصور وبين علي جبر فيما عدا ذلك انا شايف برضو في وسط الملعب هيبقى فيه نقطه ضعف شويه في غياب اريك تراوري محمود حماده او دونجا مش هيقدروا مع قفشه وحسين الشحات وكهربا الحته الثلاثه دول مع جونيور اجاييه هيبدا هنا الميزه ان بيعمل لك استحواذ يعني جونيور لما بيلعب راس حربه بيبقى فيه حته استحواذ حته عدم خساره الكره بمعدلات كبيره وبالتالي هتفرق معانا جدا في منطقه بناء الهجمات اللي هي المنطقه اللي تحت البوكس المنطقه دي مهمه جدا ان انت تمتلكها عشان تقدر تصنع هجماتك وتقدر تصنع الفرص بتاعتك والاساسات بتاعتك ادي ده الهدف ده احدى الكرات طبعا لعلي معلول عاملها الجونيور اجاييه وحاجه مميزه جدا كره مش ناقصه غير ان انت تحطها في بطن رجلك في المرمى يعني. فمهمه جدا الحته بتاعه وسط الملعب اللي هي استغلال عدم وجود اريك تراوري والنهارده هيبقى اليو ديانج وعمرو السوليه مع قفشه الثلاثه دول هيقدروا ان هم يستحوذوا ويعملوا حتة الاستحواذ مهمة جدا عشان تقدر تبني هجماتك بشكل مميز يعني احنا عايزين نذكر برضو مشاهدين ان مباراة الدور الاول انتهت 2-1 لصالح النادي الاهلي وكان احرز الهدفين ديانج وباجي الاولاني وديانج في الوقت البدل الضايع كابتن عادل يمكن دوافع الفرقتين قد تبدو متشابهة ولكن النادي الاهلي ما عندوش ضغوط يعني النادي الاهلي بيبقى يحب يكسب كل مباراة وده مباراة الجمهور منتظر انها
تطمن على فرقتها زي ما الكابتن علاء قال، ولكن مفيش ضغوط، احنا حسمنا الدوري، تلعب النهارده بأريحية، عايز تكسب، ولكن بيراميدز يهمه جدا انه يكسب النهارده. هل ده هيحط ضغط ويأثر فعلا تأثير سلبي مثلا على أداء بيراميدز؟ لا أنا مش متفق مع حضرتك خالص في خالص. لا المباراة الضغوط أكتر على النادي الأهلي. ليه؟ إن بيراميدز عنده أهداف، خلينا نتكلم إن بيراميدز فرقة قوية، فرقة محترمة، عندهم لعيبة كويسة. النادي الأهلي عنده ضغوط أكتر لكذا سبب. النهاردة داخل مباراة مش عايز يخسر، عايز يكسب المباراة. ده كعادة النادي الأهلي دايماً. بالظبط، عايز يكسب المباراة عشان كمان تروح مباراة الوداد وأنت ما عندكش، ما تبقاش نفسيا متأثر بأي نتيجة سلبية. وإن كان عادي، أنا شايف إن لو كنا عدنا بتشكيل مش الأساسي في المباراة دي كان الأمور كانت تبقى بالنسبة لي أفضل شوية، فيها مجازفة شوية إنك ممكن تخسر لعيبة في أي وقت من الأوقات، ولكن خلاص هيتحطنا في الظروف دي، ما عندكش رفاهية الاختيار. فلا أنا شايف إن الأمور أصعب على النادي الأهلي. ليه؟ لأن اللعيبة عندها كذا اتجاه، دخلت المباراة مع فرقة قوية، عايز تأدي بشكل كويس، عايز تكسب، وفي نفس الوقت عندك بتفكر في حاجة تانية، بتفكر إنك تطلع المباراة بدون خسائر، بدون إصابات، وفي نفس الوقت عندك مباراة بعد أربع بعد خمس أيام مباراة سيمي فاينل. فالأمور الضغوط على النادي الأهلي مش على بيراميدز، بالعكس. بيراميدز مهما حصل، خلينا نتفق، في أندية في الدوري مهما حصل لها من مواقف، ومهما حصل لها من نهاية تروح وبتنافس على مش عارف إيه، الضغوط عندها قليلة. أول حاجة إن ما عندهاش جمهور. تاني حاجة لو ما كسبش، لو ما طلعش بطولة أفريقيا، لو ما طلعش مركز تاني، ما الموضوع بالنسبه له عادي، هيلعب بطوله، بيلعب كونفدراليه، ولكن الحافز اكبر لانه يلعب في بطوله افريقيا بطوله الدوري. هو ده طبيعي. ولكن بص، بطبيعه الفرقه دي، الفرقه دي عندها يعني كمشروع ممكن يكون عندهم، ولكن اللعيبه اللي موجوده، لعيبه كويسه وكل حاجه، لكن اللعيبه ما عندهاش ضغوط. اللعيبه ما عندهاش حد يحاسبها من الاخر، يعني ما عندهاش لا جمهور يحاسبها ولا عندها حاجه، عندهم في حاجات رفاهيات كتير الفرقه دي بتتحلى بيها. يعني عندهم لعيبه كتير، فمش يعني اللعيبه مش فارقه، في لعيبه ممكن عقودها بتاخدها بدري، في حاجات كده بتبين لك الفرقه دي ايه اخرها. عندهم طموح ان هم يعملوا حاجه. واقول لك حاجه، الفرقه المرشح الاول الفوز بالكونفدراليه، وانا مرشح الفرقه يعني رقم واحد هم الفوز بالكونفدراليه، ولكن في نفس الوقت لان النهارده الضغوط على الاهلي. لان اللعيبه اللي موجوده، انت لو خسرت اي حد، انت عندك النهارده ثلاثه لعيبه الارتكاز موجودين في الملعب. لو لا قدر الله خسرت اي حد فيهم، هتبقى بتلعب مباراه باثنين ارتكاز بس، وكمان خسرت العنصر اللي انت كنت عايز تخليه يلعب مساك، اذا كان حمدي او اذا كان حمدي فتحي. فانت رميت كل اوراقك موجوده في الملعب. عندك الاثنين الباك رايت اللي انت بتستخدمهم على طول موجودين في الملعب، هاني وفتحي. فعندك ممكن يبقى عندك لا قدر الله يبقى عندك خساره لحد فيهم. ففي ضغوط على النادي الاهلي ان هو عايز المباراه دي ليها كذا اتجاه. اتجاه الاول انه يكسب، ده العادي ان هو عايز يكسب. نتفق ان المباراه دي بقى ليها حساسيه في اخر كام سنه. الفرقتين بقوا عاملين ديربي كويس مع بعض، في ديربي ان فرقتين جامدين بيلعبوا بعض، بنطلع نتيجه اللقاء، وده شيء طبيعي جدا كعاده النادي الاهلي. وفي نفس الوقت انت مش عايز تخسر، مش عايز تبقى انت رايح بيراميد، مش عايز تروح ماتش الوداد وانت خسران حاجه. نفسيا ومعنويا انا شايف المفروض ما تاثرش بيه، ولكن غصب عنك النتيجه ممكن تبقى مؤثره شويه. فبالتالي لا، النادي الاهلي عليه ضغوط اكتر من بيراميدز، دي وجهه نظري. يعني ممكن قد ما حدش يتفق، قد نختلف، قد نتفق عادي، بالظبط وجهه نظرك، ولكن دي الظروف الاصعب. وان كمان اللعيبه اللي موجوده عندك، اللعيبه الاجنحه الجناحين الاساسيين موجودين في الملعب، اللعيبه الاساسيه كلها موجوده. لو لا قدر الله انت فقدت حد، ما عندكش وقت انك تروح انك ترجع تعدل في المواضيع تاني، ان انت تبقى في استشفاء او في حاجه، الوقت قليل جدا. فانا كنت اتمنى النهارده ان احنا في عندنا لعيبه تانية كتير، ممكن مش رقم واحد هم اللي يلعب، رقم اتنين يبقى موجود، ورقم واحد هو اللي موجود على بره، لو احتاجته في اي وقت من الاوقات تديله نص ساعه، تديله ربع ساعه، او ما احتاجتوش خالص ما تلعبوش. ولكن انا متخوف، متخوف من ان انت متخوف من لا قدر الله يحصل اصابات ولا حاجه. ان شاء الله ما يحصلش، ان شاء الله ما يحصلش. بس بقول لك يعني انا مش عايز، ما كنتش حابب ان احنا نحط نفسنا في ريسك. انت كل مباراه بيخرج منها واحد، كمان بالذات انك الفتره الاخيره لعب كل 3 4 ايام مباراه. فالامور مش ان انت بس عشان المباراه قريبه، لا ده انت كمان لعب قبلها ماتشات. فانا هو ده اللي قلقني شويه. وانا طبعا زي كعاده كل اهلاويه بيفكر في المكسب، ولكن عندي حاجه اسمى. انا بقولش ان انت تلعب مباراه بناس تشكيل ناشئين، لا، انت في لعيبه موجوده ولعيبه ممكن تشتغل بالشكل كويس، يعني ممكن تستخدم كذا حل. ممكن عندك لعيبه صغيره انت بقى تشركها، ايه المشكله اما تشركها في مباريات زي دي، تديها خبرات، مش هتحرقها، تديها خبرات كويسه وتحافظ على جزء
من العناصر المهمه اللي انت هتحتاجها يعني انت مش محتاج تخسر حد في مباراه الوداد الاولانيه ولا لا قدر الله ولا المباراه الثانيه. فاتمنى اتمنى من ربنا ان المباراه تطلع بشكل النتيجه بالنسبه لي النهارده انا لا تعنيه بشيء خالص. انا اهم حاجه اللي يعنيني النهارده ان المباراه النتيجه اللعيبه تطلع بشكل جيد وبدنيا واقفين على رجليهم تمام بالدقيقه اللي هياخدوهم وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه اصابات. لكن النهارده انا ايه فرحتي ان انا العب فول يعني فول باور النهارده واخرج باصابتين مثلا ولا قدر الله اي حاجه. لا قدر الله ان شاء الله ما يحصلش حاجه. ان شاء الله ما يحصلش حاجه ولكن انا وجهه نظري ان النادي الاهلي بيلعب وعليه ضغوط يعني. طيب معانا تشكيل النادي الاهلي النهارده علي لطفي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال احمد فتحي، الاثنين اللي في القلب ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، قدامهم اثنين عمرو السوليه وآليو ديان، ثلاثة اللي قدامهم حسين الشحات ناحية اليمين، مجدي قفشة في النص، محمود كهربا ناحية الشمال، وقدام جونيور أجاي، علي لطفي حراسة المرمى، محمد هاني ناحية اليمين، ناحية الشمال أحمد فتحي، اثنين في القلب ياسر إبراهيم وحمدي فتحي، اثنين اللي قدامهم عمرو السولية وآليو ديان، ثلاثة اللي قدامهم حسين الشحات ناحية اليمين، مجدي قفشة في النص، محمود كهربا ناحية الشمال، وقدام جونيور أجاي. البدلاء مصطفى شوبير لحراسة المرمى، صالح جمعة، وليد سليمان، أليو باجي، أحمد الشيخ، شادي رضوان، محمد شكري، عربي بدر، محمد فخري. هنرجع نتكلم مع نجومنا الكبار في تشكيل النادي الأهلي ولكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين وكنا بنتكلم على تشكيل النادي الاهلي وهنقوله سريعا: علي لطفي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، احمد فتحي، عمرو السوليه، اليو ديانج، محمود كهربا، مجدي قفشه، حسين الشحات، جونيور اجيه. كابتن هاني، ايه رايك في تشكيل النادي الاهلي النهارده؟ وهل هو ده التشكيل بتاع البروفا النهائيه لمباراه الوداد؟ بص يا كابتن ايمن، هو تقريبا يعني 85% من التشكيل اعتقد من التشكيل الاساسي اللي الراجل ممكن يبدا بيه في مباراه الوداد. هو في تغييرات النهارده، في ايمن اشرف مصاب، في عربي بدر مش موجود، في اوجاي النهارده بيلعب فيرود مكان مروان. عربي مش مقيد افريقيا اصلا. بالظبط، انا بتكلم على التشكيل عامه يعني. في تغييرات في المباراه اللي فاتت يعني. في قفشه النهارده بادئ مكان وليد سليمان. يعني التشكيله نص الملعب تقريبا عمرو السوليه واليو ديانج تقريبا، ده يعني اعتقد ان الراجل ممكن يلعب كده او ما لعبش، لو ممكن يلعب بثلاثه كمان في نص الملعب يعني. انا اتمنى ان هو يلعب بثلاثه في نص الملعب الماتش جاي. لكن التشكيل، انا في حاجه كابتن ايمن بس عايز اقول لك عليها، انا بصراحه ما كنتش حابب ان مباراه بيراميدز تبقى في الوقت ده في التوقيت ده. لان انت عارف الحساسيه ما بين الفرقتين الفتره اللي فاتت السنين اللي فاتت، والماتشات في الماتشات كمان تحس ان اللعيبه بتبقى مشدوده جدا يعني. لان طبعا مش عايزين نتكلم في تفاصيل، لكن ماتش بيراميدز بالذات بقى بالنسبه للنادي الاهلي زي مباراه قمه يعني، زي مباراه الزمالك واكبر كمان. لان طبعا كلنا عارفين الحاجات اللي كانت بتحصل في ما بين الفريقين في الفتره اللي فاتت من ناحيه تعاقدات ومن ناحيه مشاكل يعني بعيد عن الكوره. لكن ما كنتش حابب ان المباراه دي تبقى موجوده دلوقتي في التوقيت ده. بس يعني الراجل خلاص، الراجل ده امر طبيعي قدامه، ده لازم يشتغل. الراجل المفروض ان انت مدرب كبير ومدرب ليك اسم كبير، لازم تتعامل مع في اي ظروف في اي وضع. لكن التشكيل النهارده ما كنتش حابب برده ان في لعيبه اساسيه تبقى موجوده في ماتش النهارده يعني، خوفا من الاصابه وخوفا من بس خلي بالك انا عايز اقول حاجه، يمكن كان الكابتن عادل اللي اتكلم فيها وقال نفس المعنى برده. انا برضو كمدير فني لسه جاي، عايز اطمن على حاله بعض اللاعبين اللي هم كانوا بقالهم فتره مش موجودين. يعني مثلا انا عايز ادي الشحات من اول ماتش، عايز برضو كهربا من اول ماتش. خلي بالك اللعيبه دي والاثنين دول اساسيين وعنصر مهم من عناصر القوه الهجوميه عندنا، عايز ادي لهم وقت اكبر.
اكيد هم بعيد عن المشهد فتره كبيره. اكيد انا معاك كابتن، هرجع لك كابتن عادل، بس يعني الجمله دي كنت عايز اقولها لك، ولكن جت ظروفها مع كابتن هاني. انا واحد هاني لا كابتن، انا خوفا على الاصابه، او خوفا من اي حاجه تحصل اي لاعب، لان انت عارف الوقت اي لعيب يعني ايمن اشرف اتصاب، يعني الراجل المفروض خارج من الماتش اللي فات كان كويس، اتصاب في التمرين. فالماتشات دي وماتش كمان حساس جدا، وماتش بيتكلم مهم جدا لبيراميدز ان هو لازم يكسب المباراه النهارده عشان يبقى موجود في المركز الثاني، المركز الثاني بالظبط، ويدخل بطوله افريقيه. لكن الراجل اللي شايف ان هو بدا بالتشكيل لحد ما تشكيل شبه اساسي بالنسبه له لماتش الوداد النهارده، الراجل مريح مروان، مريح ايمن اشرف، في برده النهارده في على الدكه النهارده في لعيبه ناشئين برده، في محمد فخري، في عربي بدر، في شادي رضوان. يعني المباراه كابتن هتبقى صعبه مش سهله، تمام، كلنا عارفين الكلام ده. زي ما قلت اهميه المباراه بالنسبه لبيراميدز، النادي الاهلي الموضوع بالنسبه له زي ما قلنا هي بروفا مش اكتر، ان انت تعمل بروفا كويسه يعني تطلع من المباراه من اقل الخسائر، ان انت ان شاء الله باذن الله ما يحصلش اي حاجه لاي لعيب النهارده. النهارده موجود محمد هاني، النهارده موجود حمدي فتحي، موجود محمد مكان هاني. خلاص انا شايف ان الراجل ده تاني مباراه لي او تالت مباراه ان هو يلعبه في المكان ده، شايف ان الراجل استقر عليه. قفشه رجع النهارده باذن الله يعني في مكانه برده، شايف ان هو يعني قفشه لازم يبقى برده ستارت ان هو يبقى موجود في المباراه، لان وارد ان انت تلعب الماتش الجاي برده، فلازم النهارده تأدي بشكل كويس. محمود كهربا الماتشات اللي فاتت الراجل انا شايف ان هو فورمه كويسه جدا، وكهربا من الماتشات من ماتش لماتش بيزيد وبيظهر امكانياته، لان يعني كهربا عنده امكانيات كبيره جدا وعاليه جدا، وكلنا محتاجين لعيب زي كهربا، والحمد لله يعني كهربا والشحات الناس دي كلها كانت. انت اتكلمت كمان عن قفشه، يمكن قفشه بعد عوده الدوري هو يعني عامل حاجات مش وحشه، يعني ارقامه تعتبر كويسه، هو لعب 13 ماتش جاب جول وعمل 2 اسيست اهداف وصناعه فرص 12 فرصه، وده يعتبر بعد التوقف يعني من الارقام الكويسه جدا في النادي الاهلي، وخصوصا ان احنا اتكلمنا عن قفشه بالذات، وكابتن علاء اتكلم عن قفشه بالذات وازاي هو عنصر مهم جدا يجب تواجده في نص الملعب ورا الفورورد. طبعا يا كابتن كلنا شفنا الماتشات اللي قفشه ما كانش موجود فيها، اداء الاهلي بيختلف تماما على ما يكون هو موجود. يعني هو كل ما يكون موجود في الملعب بيبقى ليه في شكل للنادي الاهلي، وفي بيبقى هو محور الاداء بالنسبه للنادي الاهلي، هو بيقدر الوحيد اللي بيقدر ينقل الهجمه من 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 الدفاع للهجوم، وفي نفس الوقت يعني برده بيشتغل على الجول وبيوصل زمايله وبيوصل الفراوده والهافات على الجول كتير. هو قفشه وهو يعني وليد سليمان برده بيبقى عنده الحته دي، لكن النهارده الشحات النهارده انا شايف ان هو بدا الماتش ان شاء الله باذن الله يقدم مباراه كويسه. الشحات من العناصر الاساسيه الموجوده ومن الناس اللي الراجل اكيد هيعتمد عليها في مباراه الوداد. النهارده الغريب بس هي جونر اجاي، النهارده اول مره الراجل ان هو يلعب جونر اجاي فرود النهارده مكان بادجي، مش عارف الراجل ممكن يعتمد عليه في المباراه اللي جايه ولا لا، لكن يعني هي ممكن يكون بيجرب برده بيشوف على اساس الناس كلها تبقى متاحه قدامه في المباراه اللي جايه، لان اجاي لعبها قبل كده كتير، يعني اجاي لعبها كتير قبل كده وادى فيها بشكل كويس. يعني حتى يعني لعب كذا مره في المركز ده ومحطه كويسه جدا، وبرده في نفس الوقت عنده ان هو حته ان هو بيعرف يجيب جول. فدي انت قصدك ان دي ممكن تكون رؤيه لماتش الوداد اللي جاي، ولا يكون مريح حد من اللي هيلعبوا؟ والله يعني هي الاثنين يعني ممكن الراجل يعتمد عليه، لان اجاي زي ما قلت لحضرتك هو لعبها قبل كده وكان بيأدي بشكل كويس جدا. يعني اجاي بيعرف تجيب جول، من اللعيبه اللي هي بتعرف تجيب جول ومحطه كويسه جدا. أيوة. ومن اللعيبه الثقيله في الفرقه. ممكن طبعا حته مروان ان هو بره النهارده، فممكن برده الراجل يكون يعني مريحه على اساس ان هو يبقى موجود في مباراه الوداد. ده توقعي مش عارف، بس هنتكلم في جزء خاص بعد المباراه ان شاء الله هنتكلم فيها على ماتش الوداد. كابتن علاء والكابتن عادل بيتكلم، انت كنت بتهز راسك او لا يعني على حته الدوافع والضغوط اللي هي على بيراميدز ولا على الاهلي، فهو كان عادل بيقول على ان ضغوط على الاهلي. لا كنت فاكر في حاجه ثالثه خالص. لا عيب. لا. انا كنت فاكرك معايا. ولا كنت فاكر حاجه ثالثه خالص. لا بص يا ايمن، هي وعايزك معايا وبقول لك عايزك. انا عارف هي كلها، بص هي كلها وجهات نظر وبنتكلم فيها، كل واحد بيحسبها بطريقته. هو عادل دايما
بيبص على مدى قوه مباراه النهارده وقلق مباراه قادمه. صح. والوقت قليل. وانت مضغوط المباراه اللي فاتت كلها. كل ثلاث ايام ماتش. فده في حد ذاته ضغط بدني ونفسي رهيب جدا. كويس؟ وبعدين انت مخلص الدوري بس ما فيش حاجه اسمها خلصت الدوري، انت مطلوب منك تكسب. صح. فعشان تكسب بتبذل مجهود قوي جدا خصوصا في اوقات كتير بتلعب فرق بتدافع بس، فانت عشان تكسب لازم المجهود يبقى كتير شويه. في الاخر برضو بقى مجهود حسب عليك ويومين ومباراه. قلق عادل وخوفه ان مباراه النهارده تبقى ضغط عليك انت. يعني ما هو النهارده اهلي وبيراميدز تقريبا يوسف او هاني كان بيتكلم ان بقت مباراه مهمه جدا، بقت ديربي. ديربي خلاص يعني. مزبور. بيراميدز يحسب له ان هو بقى من الفرقه الكبيره، لازم نتكلم نقول كده. عشان كده مباراه النهارده هو عادل من وجهه نظره، انا بس متفق معاه في حاجه وحاجه معرفش لا في حاجه وحاجه مهمه على فكره. يعني لو انا مش ههتم بنتيجه المباراه النهارده خالص ولا افكر فيها. بس ده شغل ايه؟ شغل احترافي احترافي ايمن، اللي هو انا مش فارق معايا مباراه النهارده. انا دايما عايز الاهم، الاهم الوداد. فانا النهارده اعمل كل حاجه بحيث ان امن لعيبتي. دي وجهه نظر عادل. اللي هو انا ممكن النهارده ابدا بتشكيل متوازن، بس العناصر الاساسيه اللي انا خلاص اطمنت ان هم موجودين ابعدها اخليها معايا. ممكن. لكن انت قصدك عشان حساسيه المباراه بس وقوتها، انما اللعيبه ممكن يصفوا في أنا البيت. ولا حساسيه المباراه لا تعنيني بشيء. ثلاث نقاط والمباراه ولا تعنيني بشيء. حتى لو القدر الله حصلت وخسرت النهارده، في حاجه اسمى وفي حاجه انا مستنيها والجماهير الاهلي مستنيها. ولو انت عارف لو بس هو عشان بقاله فتره بس قليله، لو مستر موسيماني كان موجود بقاله فتره في في النادي كان ممكن يعمل انت يعمل دي مظبوط، ويروح قبلها يا جماعه انا هعمل كذا كذا كذا. هو ده قمه الاحتراف في الدنيا كلها. انا المباراه قادمه انا هريح كل الناس الاساسيين بتوعي. وابدا اشوف الناس اللي كان بقالها فتره والناشئين، لاني انا ما يهمنيش المباراه دي ايمن خالص. صح صح. فهو بس في حاجه كابتن علاء يمكن قلتها مع الكابتن هاني، ان في ناس كانت الفترة اللي فاتت ما بتلعبش اساسي كويس، انت عايز تشوفهم عايز تديهم كمان في الملعب. طمنت عليهم خلاص يا ايمن، طمنت عليهم في ماتش. لا 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 مش ماتش ولا ماتشين لعبوا ماتشين. لا 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 حسين اخذ تدريج لحد ما بدا ماتشات تدريج. كهربا بدا وبعدين بدا يبدا اساسي. كهربا انت كنت مريحه الماتش اللي فات. فهي المشكله ايمن بس استخد بالك غايب فتره. ماشي ايمن، هي اخذ ماتشات كتير. هي المشكله ما ممكن الواحد يرجع ياخد ماتشات وما يزيدش، لكن هو خلاص انت دايما انا بقول لك انا المدير الفني في النادي الاهلي بيعتمد على خامه اللعيب بتاعه. في لعيبه النادي الاهلي كلها ما شاء الله لعيبه فنيا عاليين جدا. فانا مش محتاج اديله خمس ست ماتشات اطمن عليه. هو ماتش في الثاني في الثالث انا استريحت، لكن هو خلاص اللي حصل حصل. هو بدا بتشكيله، والتشكيله اللي قدامي دي 90% من الموجودين دول هم الموجودين في الوداد. علي معلول بس. علي بالظبط انا بتفق معاك، علي معلول بس، ويبقى المفاضله بين هاني واحمد فتحي. انت بتقول عادي معلول بس، وانا بقول كمان راس الحربه. ماشي، انا متفق معاك ان هو النهارده ممكن يكون برضه يبص على جيف راس الحربه، لكن ممكن هو هي تفكيره في المباراه هناك ايمن هي اللي بتحدد اختيارات. هو بيفكر في المباراه هناك، وبيفكر دايما عايز استحواذ على الكوره وعايز شكل كويس وعايز كده يبقى جاي محطه كويسه جدا. محطه كويسه، وعايز يمسك ويطلع الناس اللي تحت، لانك انت المباريات دي كلها مش المهم مين راس الحربه، المهم الناس جاي من خلف الامام. هي الوقت الكوره كده. صحيح. تعرف يعني كابتن علاء بيستفضل على بدون تحياتك مع كلام كابتن علاء برضه، انت عارف ان احسن ماتشات اتعملت في السنه دي في بدايه الدوري، لان الاهلي بدا بنى عليها الدوري. هو ده اللي كان راس الحربه كان الاهلي بيتكلم فيها. والسنه اللي فاتت مع لاسارتي في احسن فترات اعتقد كانت بدايتها مباراه المقاص 3-0 اعتقد كابتن يوسف كان موجود، كان اجاييه راس الحرب. فيعني هو عي عنده الملكه دي يا محمد. اول ما رجع من الاصابه لعب راس حرب، كنا حاطينه راس حرب في ماتش شبيبه الثوره في الجزائر، يعني ماتشات كتير. هو بص يا محمد، ميزه اجاييه كمان في حاجه حلوه قوي، بيعرف يلعب تحت الضغط، ما بينفعلش، هادي جدا. كون انه يخسر الكوره صعب جدا، ودي ميزه على فكره. المباريات الخارجيه مش اللي هنا، خارجيه انت عايز النوعيه دي ايمن، هادي دايما الكوره معاه، يا اما ياخد فاول يا اما بيطلع حد، عينيه كويسه في الملعب. لو جات له فرصه زي ما كان جايب الوقت التقريب بتاع اجاييه بيعرف يجيب جول، بيعرف يلعب الناس اللي تحت اللي هي مصدر الخطوره. انت الوقت مستك عندك ثلاثه تحت لراس الحربه، عندهم حريه حركه النهارده كبيره جدا. بس النهارده مع الاحترام الكامل لامبي، مش امبي ليه؟ لاني ما ينفعش اسيب مساحات ورا بيرمز. احمد فتحي ومحمد هاني. قصدك بيراميدز؟ لا 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 لا، بيقول على الماتش اللي فات. اللي فات يا محمد كان في مساحات ورا احمد فتحي ومحمد هاني، كان عادل اتكلم عليها، بس امبي ما كانش شايف. وجبنا كذا كوره
ان الكره دي لو اتحولت الناحيه الثانيه تبقى خطر. عشان كده انا بقول ايه، حلو اول حركه بتاعت محمود كهربا والشحات والتبادل، ومفيش لا مركزيه، عاملين شغل هايل هجوميا، لكن دفاعيا لازم ارتداد سريع قوي، ولازم الناس كلها قدامك، لانك انت ايمن المباريات دي كلها بتبقى هجمه. والنهارده كان محمد بيتكلم مدى خطوره بيراميدز في الهجمات المرتده، بيعملوها بسرعه وعنده العناصر بتعمل كده، وعنده واحد ما شاء الله بيشوف الملعب في جزء من الثاني، عبد الله السعيد. هي دي النهارده الحاجات اللي استفاد منها في المباراه. لكن الشكل ماشي، انا ما خلاص احنا الشكل خلاص هما اللي هيلعبوا. بتمنى يا رب ان شاء الله الشكل يعني اللعيبه تطلع ما فيش اي اصابات خالص، والاداء يبقى مش هقول بروفا، لكن هي تجربه قويه جدا. هتقابل طبعا عناصر لعيبه كوره متنوعين مش زي بعض. بيراميدز عنده مجموعه لعيبه ممتازه خصوصا في الجزء الهجومي هايل. يمكن هو عمل حاجه في الدفاع النهارده كنا بنناقش فيها كلنا في الفاصل. مدرب بيراميدز حلوه هتساعدك انت برضو ان انت ازاي تتحرك وازاي تخرج من الدفاعات دي، هنتكلم عليها برضو لما نيجي نقول تشكيل بيراميدز ان شاء الله. كابتن محمد، رايك في تشكيل نادي الاهلي؟ تشكيل النادي الاهلي هو حاليا يعني بيفكر في تفكيرين زي ما قالوا طبعا الكابتن علاء والكابتن عادل، في حته ان هل جون انتوي سوري هل جونيور اجايه ولا اليو باجي. انا اعتقد انه حاطط اليو باجي معاه عشان كان يعني مريحه الماتش اللي فات، كان عنده اصابه، فممكن يعني انا متوقع هيديله النهارده، ممكن يديله جزء عشان برضو يدخله معاه في الصوره يبقى مطمن عليه. النقطه في حاجتين، ايا كان مباراه النهارده او مباراه الوداد، الطرفين بتوعنا هم يعني المفتاح بتاع اداء النادي الاهلي. في حته ايه؟ ان كهربا وحسين الشحات الاثنين بيهاجموا كويس جدا، وعندهم زي ما قال الكابتن علاء ما عندهمش مركزيه وحريه كويسه جدا، وبيخشوا لجوه وبيشتغلوا من بره، وعندهم سرعات، وعندهم واحد ضد واحد بيقدروا يشتغلوا بشكل مميز. لكن فين الدور الدفاعي؟ مهم جدا الارتداد بتاعهم. المباراه دي زي ما قال الكابتن علاء ان لو انت ما عندكش محمد دي بص اللي هي الترتيب بتاعت امبي بقى اللي هي كانت المباراه اللي فاتت، المباراه اللي فاتت 4-2-3-1 المباريات اللي زي بتاعت النهارده واللي زي بتاعت الوداد، اذا انت ما بقتش تحت الكوره بنسبه 90% يعني اللي ممكن استثنيه الراس حربه ماشي اوكي، ممكن يروح يضغط على السرد باكين وبتاع ويتضرب، لكن التسعه التانيين لازم يبقوا تحت الكوره. فمساله ارتداد حسين الشحات، كهربا، جونيور اجايه لو راح في الجنب ولعب باليو باجي، ايا كان الطرفين الملعب دول عليهم دور كبير جدا في ماتش النهارده وماتش الوداد، ان هم ينزلوا ويبقوا تحت الكوره ويقدروا يضغطوا مع الباكين. يعني محمد هاني قدام حسين الشحات، الاثنين دول لو حسين ما قامش بالدور الدفاعي القوي والمؤثر مع محمد هاني هيبقى عندك مشكله، صعوبه عندك مشكله. انت بتلعب فريق مميز سواء النهارده او في مباراه الوداد، الفرقتين بيعرفوا يمسكوا الكوره، يقدروا يشتغلوا اثنين على واحد. لو حسين الشحات تاخر في الارتداد وما ارتدش بسرعه هيشتغلوا اثنين على واحد على محمد هاني ومش هيقدر يقفل معاهم، خصوصا ان انت بتلعب اثنين ارتكاز في وسط الملعب مش ثلاثه. الناحيه الثانيه كهربا بمجرد الهجمه خلصت لازم ينزل ويساعد احمد فتحي النهارده او ممكن علي معلول لما هيجي من المنتخب. فالطرفين دول لما عندهم التزام دفاعي هجومي هجومي دفاعي، دي مهمه جدا جدا عشان تعمل لك تبقى قوي في الحته الدفاعيه وانت بتدافع وتقدر ان انت تطلع بالكوره وتقدر تأدي الواجبات الهجوميه بتاعتك. وخلي بالك ممكن يكون مستر موسيماني ملاعبهم النهارده مخصوص عشان كده، ممكن هيبان النهارده من الاداء. ارتدادهم سريع قوي، بيقدروا ينزلوا يغطوا لما الراجل الطرف زي ابراهيم عادل او محمد فاروق بياخد الطرف بتاعنا احمد فتحي او محمد هاني ويخش بيه، بتبدا كره تلعب على مين؟ تبدا كره تلعب على احمد توفيق او محمد حمدي، لان انت عندك باكين. انت بتلعب النهارده فريق تقيل، فريق باكاته الباكات بتاعتهم زي ما احنا باكاتنا بتهاجم زي ما احمد فتحي وعلي معلول مفاتيح لعب، محمد هاني في الباك رايت، كل الناس دي مفاتيح لعبه بالنسبه لنا. هم برضه عندهم مفاتيح لعب. محمد حمدي لعيب كويس جدا، باك ليفت هايل، عنده كروسات عالميه، بيعمل كروسات حلوه جدا زي علي معلول عندنا. فنفس الكلام برضه احمد ايمن سوري احمد توفيق، يمكن ممكن حته الاداء ومجهود وافر وبيقدر يروح بس ما عندوش الحلول شويه زي مثلا محمد حمدي او علي معلول او كده. فالنقطه دي لازم التزام كويس جدا مع طبعا عندك اليو ديانج وعمرو السوليه في حته وسط الملعب.
يمكن انا بفكر في مباراه الوداد زي ما قال عادل هي حته ان جونيور اجي هينفعك هناك في حاجه وهيضرك في حاجه. حته ان تطلع بيه وانت في حاله دفاعيه وتقدر تطلع هتقدر تطلع كويس قوي وتطلع وتكمل هجمتك. في فكر تاني ان انت ممكن والوداد بيهاجم هيبقى عندهم مساحات في خط ظهرهم هتبقى محتاج سرعات. دي اليو باجي. اليو باجي تقدر تحط له الكوره في المساحات اللي ورا السرد باكين هتقدر يعني تقدر بنقله واحده تروح بهجمه خطر جدا عليه على على فرقه الوداد. وحتى النهارده برضو نفس الكلام مع عبد الله بكري واحمد ايمن منصور لو اليو باجي بادئ ممكن تستغل سرعاته. لكن انت واضح انك عايز تطلع عن طريق نقل الكرات في الرجل. ما هو انت خلي بالك الهجمه المرتده ليها اشكال. ممكن تحط الكره في الجنب العكسي، ممكن تحط الكره تطلع بالرجل. دي يا يوسف يا جماعه خد بالك فلسفه موسيماني بيحب الكره دايما بيتعب الكوره. مظبوط انت فاهمني. عشان كده هو دايما بينقل الافراد اللي هي بتلعب الكوره. مظبوط. فالنهارده خلينا نشوف جونيور اجايي هيشتغل ازاي مع كهربا وقفشه وحسين الشحات. وانا متفق تماما في حته ان ماتشات كتيره جدا في بدايه الموسم جونيور اجايي لما كان راس حربه لا فعلا ممتع. ممتع. وبعدين كمان لما بيجي بقى عند ال 18 والحاجات التركات الصغيره دي بيبان بقى الفرق قوي. جاي معدي من على الكوره وسايبها للي جاي، رابط جدا، رابط مع اللي حواليه. جونيور لعيب كوره. لعيب كوره فبيقدر يربط مع اللي حواليه. تبص تلاقيه مثلا رايح عامل مثلا تحرك في مساحه ويعملها بكعب رجله مثلا لايه لسه اقربها وليد سليمان. حط له الدبل باص في قدامه ماتش الحرس. يعني ماتش الحرس الكره يا دوبك نط تحفه. فعنده اللمسات اللي هي قريبه من ال 18 اللي بيفكرني عارف بكده مين؟ عماد متعب. عماد متعب كان من فرود النادي الاهلي. لازم يقدر يلعب في ال 18 وفي المساحات الصغيره لازم يبقى مميز جدا. ليه؟ النادي الاهلي معظم الفرق بتتكتل قصاده. فبالتالي الفرود بتاع النادي الاهلي اللي مش هيلعب في مساحات صغيره ويبقى رابط مع اللي حواليه، حد جاي يقوم مزحلق له الكوره والحاجات دي كلها، ويقدر امتى هو اللي يشوط وامتى لا يحط للي جاي والحاجات دي كلها. جونيور بيميز في الحته دي. بيقدر يلعب اللي حواليه. بين اتنين فراوده. ها؟ انت قاعد بين اتنين فراوده. لا ده هم مميزين في الحاجات دي. معانا تشكيل بيراميدز. حراسة المرمى المهدي سليمان، ناحية اليمين أحمد توفيق، ناحية الشمال محمد حمدي، اثنين في القلب أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري، ويمكن الاثنين دول بقالهم فترة ما لعبوش مع بعض. اثنين قدامهم محمود حمادة ونبيل عماد دونجا، ثلاثة قدامهم إبراهيم عادل ناحية الشمال، عبد الله السعيد في القلب، محمد فاروق ناحية اليمين، وجون أنتوي راس حربة وحيد قدام. مرة تانية المهدي سليمان حراسة المرمى، أحمد توفيق ناحية اليمين، محمد حمدي ناحية الشمال، اثنين في القلب أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري، اثنين قدامهم محمود حمادة ودونجا، ثلاثة اللي قدامهم إبراهيم عادل، عبد الله السعيد، محمد فاروق، وقدام جون أنتوي. البدلاء أحمد دعدور، عمر جابر، علي جبر، طارق طه، محمد عطوة، محمد فتحي، إبراهيم حسن، اسلام عيسى، دودو الجباس. كابتن هاني هنروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب مباراه ونرجع نتكلم على تشكيل بيراميدز. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الدوري المصري الممتاز ومباراه الاهلي وبيراميدز في افتتاح مباراه الجوله 33 من الدوري العام. يمكن برغم قرب المسابقة على الانتهاء ده الاسبوع قبل الاخير وخلاص النادي الاهلي توج قبل المسابقه بسبع اسابيع، لكن تبقى المباراه النهارده واحده من اهم وان شاء الله تبقى من امتع مباريات الدوري العام نظرا للنادي الاهلي زي ما احنا عارفين على طول هدفه هو الفوز والثلاث نقاط. على الجانب الاخر نادي بيراميدز بيسعى النهارده ان هو يظفر او ينفرد بالمركز الثاني في صراعه مع الزمالك عشان يلعب في دوري ابطال افريقيا لاول مره في تاريخه. يمكن نخش بقى في اجواء الملعب على طول. يمكن اول الحاضرين لملعب المباراه النهارده كان طاقم التحكيم بقياده كابتن محمود البنا، تلا حضور النادي الاهلي في الساعه 6:25 دقيقه، ثم حضر نادي بيراميدز في الساعه 6:35 دقيقه. يمكن حصل حوار جانبي بين لاعبي الفريقين اللي حرصوا على ان هم يتمشوا على ارضيه الملعب عشان ياخدوا حساسيه الملعب قبل المباراه. كان في احاديث وديه كبيره بين اللاعبين قبل المباراه، اجواء كلها هنا درجه حراره ارضيه
ملعب اجواء بشكل عام تبشر ان شاء الله ان احنا هنشوف مباراه كبيره تليق بين زي ما بنقول بين متصدر الدوري وبطل الدوري النادي الاهلي للمره 42 في تاريخه والخمسه على التوالي، وكمان نادي بيراميدز اللي بيسعى للحصول على الوصافه والمشاركه في دوري ابطال افريقيا. يمكن زي ما حضرتك قلت التشكيل، نادي بيراميدز النهارده بيعود له اكثر من لاعب بعد غياب يمكن اسلام عيسى اول مره يظهر بعد فتره طويله في تشكيل نادي بيراميدز او على دكه البدلاء النهارده. علي جبر وعمر جابر يمكن مش فت بنسبه 100% لكن موجودين النهارده على دكه البدلاء. يمكن قبل المباراه بحوالي ساعتين في فندق اقامه نادي بيراميدز حرص المدير الفني انتي الكرواتي لبيراميدز انه عمل محاضره للاعبين اتكلم فيها عن اهم خطوه يعني مفاتيح لعب النادي الاهلي واهم اساليب لعبه سواء في مباراه ام بي او مباراه المقاولين العرب، واتكلم مع اللاعبين يمكن حريص مع اللاعبين قبل المباراه اتكلم في يعني في نقاط كثيره ومفاتيح لعب النادي الاهلي، وبيتكلم مع اللاعبين انه دي فرصه يعني ان شاء الله ان هم الفوز يبقى للنادي الاهلي، واحنا النادي الاهلي زي ما احنا متعودين دايما بيلعب على الفوز ملناش دعوه سواء بالوصافه او باي مراكز اخرى، وان شاء الله ثلاث نقاط والفوز يبقى حليف النادي الاهلي. دي كانت الاجواء هنا من ملعب المباراه. عوده للكابتن ايمن. شكرا جزيلا للعزيز محمد توفيق. طيب كابتن عادل، سوري كابتن هاني. يا كابتن عادل. كابتن عادل طيب لا لو عايز تدي السؤال لهاني اديله اديله السؤال وبعد كده ماشي وانت جاوب. كنا بنتكلم عن تشكيل بيراميدز اديله وارجع لي. لا بص يا كابتن، تشكيل بيراميدز نفس التشكيل تقريبا بتاع المباراه اللي فاتت باستثناء بس محمد فاروق مكان ابراهيم حسن. هو نفس طريقه لعب النادي الاهلي 4-2-3-1 بالظبط، نفس التشكيل ونفس الطريقه اللي الراجل بيلعب بيها موسيماني. طبعا يعني الكابتن كلها كلمت على بيراميدز، على فريق بيراميدز. فرقه انا شايف ان هي فرقه يعني عندهم سكواد كويس جدا، عندهم خط الظهر خط الوسط بالنسبه للشق الهجومي عندهم بصراحه مميزين جدا. يعني فرقه وصلت للدور نصف النهائي في الكونفدراليه وتقريبا يعني في خلال 3 سنين، فدي حاجه برضو تتحسب لهم. النهارده بيلعبوا النهارده على مركز تاني مع نادي الزمالك، واحتمال كبير ان هم يبقوا موجودين يعني في مباراه في بطوله افريقيا السنه الجايه، فدي حاجه برضو تتحسب للنادي. لكن انا شايف ان هم عندهم لعيبه كويسه جدا، عندهم عناصر فرديه كويسه جدا، عندهم اتكلم في النهارده في جون انتوي النهارده راجل معادي 100 هدف النهارده في الدوري المصري، عبد الله سعيد، عندهم ناس نبيل دونجا، في دوليين، في لعيبه دوليه كتير جدا موجوده في الفريق، عندهم زي ما الكابتن علاء قال عندهم ناس على الدكه البدلاء عمر جابر علي جبر اسلام عيسى، لعيبه برده تقيله ولعبه منتخبات. اتمنى النهارده المباراه يعني اتوقع المباراه تكون مفتوحه النهارده ما بين الفرقتين، لان نادي بيراميدز برده من الفرق اللي هي دلوقتي بتتصنف فرق كبيره وفرق بتنافس على بطوله. صحيح، حتى الارقام بتقطع كلامك هنا بالنسبه للقوه الهجوميه للاهلي وبيراميدز، عندنا التصويب على المرمى اعلى فريق في الدوري مصوب على المرمى، نادي الاهلي 200 تصويبه على المرمى، نادي بيراميدز 184 تصويب. بالنسبه لنسبه التمريرات الصحيحه، نادي الاهلي 83%، نادي بيراميدز 82%، يعني برضو المستوى متقارب. التمريرات البينيه الصحيحه، نادي الاهلي اعلى فريق في الدوري 289 تمريره بينيه صحيحه، نادي بيراميدز 197. ركلات الجزاء هنا 8 من 11 وهنا 8 من 11. كمل كده. فعندهم كابتن ايمن زي ما قلت عندهم خط الظهر مميز جدا. اعتقد النهارده ان النادي الاهلي مباراه هتبقى صعبه عليه، مش هتبقى سهله. خط الوسط برضو عندك نبيل دونجا وعندك محمود حماده من اللعيبه الكويسه جدا، اللعيبه اللي بتلعب سهل ما يعني بس خلي بالك خط الظهر عنده مشكله في القلب في جميع المباريات اللي هو لعبها. في ايه بالظبط؟ في حاجه معينه ولا لا؟ في القلب داخل يعني في عدم تفاهم بين الاثنين اللي في القلب اللي بيلعبوا في كده. انا اعتقد كابتن علي جبر كان الاهداف كبير 20 هدف. تقول لك ان في حاجه اكيد في القلب. هم اصلا من فتره كابتن ايمن برضو خسروا حوالي 3 ماتشات من الزمالك والمصري وتقريبا والحرس او حاجه والجونه وبعدها كسبوا 6 مباريات ورا بعض. ايوه فهي طبعا يعني زي ما قلت هي فرقه منظمه جدا وفرقه بتعتمد برده على الكرات الكونتر اتاك، بيعملوها بشكل كويس جدا. عندهم جون انتوي بيقف على كورته كويس وبيقدر ان هو يلف بالمدافع، يعني انا شايف ان هو فرود من احسن الفراود اللي موجوده السنه دي في الدوري المصري بالارقام كمان، مش مستوى بس. عندهم برده عبد الله سعيد، عندهم
محمد فاروق برضو الماتش اللي فات كان شغال كويس. لا ابراهيم حسن قصدي سوري ابراهيم حسن الماتش اللي فات برضو كان شغال كويس وفاروق نزل واحرز هدف المباراه اللي فاتت. فعندهم يعني توتال الفرقه فرقه شايف ان هي سكواد كويس جدا وناقصهم ان هم ياخدوا بطوله. النادي الاهلي اعتقد النهارده المباراه هتبقى صعبه على النادي الاهلي مش هتبقى سهله. بس انا اتمنى المباراه النهارده تطلع بدون خسائر. يعني انا عارف ان هيبقى في حساسيه شويه النهارده ما بين اللعيبه وبعضها لان الماتشات اللي فاتت تكلمنا فيها الماتشات اللي فاتت كان في حساسيه كبيره جدا في في في, في الاحتكاكات وفي في الكلام اللعيبه مع بعضها. فاتمنى النهارده المباراه تطلع يعني بشكل كويس يليق بالفريقين. واهم حاجه النادي الاهلي النهارده يطلع بدون اصابات يا رب ان شاء الله. كابتن علاء في تكافؤ كبير جدا بين الفريقين وزي ما قلنا بالرغم من الارقام يعني صعبه شويه يعني ميله للاهلي انما هل النهارده ممكن نشوف في حذر وتحفظ من الفرقتين في بدايه المباراه؟ النادي الاهلي لا. النادي الاهلي لا. انما ممكن نشوف الكلام ده من بيراميدز؟ ممكن. النادي الاهلي ما النادي الاهلي ما فيش مباراه متحفظ فيها وقلقان وكده. النادي الاهلي دايما هو الفاعل، هو دايما اللي بيبدا مبادر بكل حاجه عشان عنده امكانيات. هو النادي الاهلي ما بيغيرش طريقته ولا شكله في البدايات، دايما بيبدا ضاغط هاجم عايز يخلص المباراه بسرعه عايز هدف كويس. ولكن قوه الخصم ما انا هقول لك اللي يوريك ان في تحفظ من بيراميدز احمد توفيق ناحيه اليمين الثنائي اللي في القلب حماده ودونجا حماده لا 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 احمد ايمن وعبد الله بكر هو التغيير اللي حصل ده التغيير ده اللي حصل ليه ايمن بيقول لك ان في حذر دفاعي عايز تامين دفاعي عايز ناس مش عايزه تهاجم. هو يهمه دايما هيسيب الوحيد اللي ممكن يهاجم النهارده محمد حمدي وهيلعب الثلاثه دول ثابتين ما فيش فيهم مشكله خالص مع محمود حماده ونبيل عماد الاثنين نفس الشكل الاثنين نفس الشكل بالظبط. عشان كده بقول لك التغييره دي توريك ان لا هو عايز يبقى حريص دفاعين كويس قوي مش عايز مساحات دارس فريق النادي الاهلي كويس ده طبيعي. عشان كده كميه الناس اللي بتدافع ورا كتير جدا يعني الوحيد اللي عنده حريه الهجوم من الخمسه اللي ورا محمد حمدي بس غير كده محمود حماده نبيل عماد نفس الشكل هم الاثنين نسخه واحده في اللعب. هرجع التفوق النهارده هيحصل في حاجه بسيطه جدا يا ايمن نص الملعب اللي هنا نص الملعب اللي هنا نص ملعب النادي الاهلي الاثنين مش شبه بعض سوليه مش اليونج خالص. سوليه عنده الحته الهجوميه دايما بيزيد وهو ده اللي هيعمل الفرق مش اللي هيعمل الفرق تحركات محمد مجدي اكتر من تحركات عمرو السوليه لان محمد مجدي اكيد هيبقى متراقب. محمود حماده نبيل عماد الاثنين ثابتين في نص الملعب اللي هيفرق في التحركات كويس قوي والنهارده اثنين او ثلاث لعيبه هم اللي هيفرقوا في شكل الفرقتين. ايوه محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات من النادي الاهلي ابراهيم عادل ومحمد فاروق من بيراميدز. الاثنين دول عليهم الاربعه دول عليهم شكل النهارده بتفق مع يوسف حته دفاعيه وغالبا بيراميدز مميز جدا بالحته دي والراجل بيدوس عليها جامد. عشان كده بادئ النهارده باثنين صراع وخفاف قوي بيعملوا هجمه مرتده ممتازين. ابراهيم عادل لعيب ناشئ هايل السنه دي عامل مستوى ممتاز على الجانب الاخر محمد فاروق في الفتره دي بيقدم مستويات قويه جدا. عشان كده بقول لك النهارده الحذر موجود والحذر لازم من احمد فتحي من محمد هاني خصوصا في الكوره المرتده والناس دايما الراجل اللي ورا بيستلم من ورا المدافعين. لكن انت اللي بيميزك حاجه واحده بس في نص الملعب انك تستغلها شكلك في نص الملعب مش زي شكل الاثنين اللي هنا الاثنين اللي هنا اثنين مدافعين رسمي لكن هنا لا في واحد دايما هيعمل لك الزياده ده اللي هو عمرو السوليه. طيب نستاذنكم هنروح لتونس ومعانا الزميل الاعلامي التونسي اسلام مؤدب نتعرف منه على اخبار منتخب تونس ونجمنا المتميز علي معلول. مساء الخير اسلام. اهلا بك تحيه لك لضيوفك وكل الساده المشاهدين. منور قناه الاهلي. الله يخليك منور بوجودكم. عايزين نعرف اخر اخبار المنتخب التونسي. المنتخب التونسي خاض يوم الاول امس تقريبا مقابله وديه اكيد تابعتوها الناس كل منتخب السودان بشكل تالق كبير النجم المنتخب التونسي ونجم الاهلي علي معلول اللي كان سجل هدف في المقابله هذه مع مردود كبير جدا قدمه علي معلول في هذه المقابله تقريبا مقابله كامله كان طالع نازل كما ما عودنا في مع النادي الاهلي علي معلول وفي كما المردود المتميز اللي قاعد يقدم فيه وكان من احسن اللاعبين
في المنتخب التونسي في المنتخب. وهو احرز الهدف الثاني على ما اعتقد. بالضبط، يمكن قليل وين نشاهد معلول يسجل اهداف براس، تقريبا كان في موقع راس حربه حاجه نشوفوها كان في اللعيبه نتاع الظهير الايسر في العالميين تقريبا. ممتاز جدا المقابله اللي قدمها علي معلول، فات هدف كان تهاجم عكس المنتخب التونسي اكيد شاهدت الهدف وتفوق حتى على المهاجمين، وكان هو ينتظر في الكوره في مناطق المنتخب السوداني. هل في مباراه اخرى لمنتخب تونس الايام اللي جايه؟ يوم الثلاثاء ان شاء الله باش تكون مقابله اصعب، تعرف المنتخب السوداني ماهوش منتخب من الحجم الكبير، لكن ان شاء الله يوم الثلاثاء مقابله من الحجم الثقيل باش تكون ضد منتخب نيجيريا اللي كان هزم ضد منتخب الجزائر بهدف 2-0، مقابله واختبار حقيقي لجاهزيه المنتخب التونسي بعد توقف كبير تقريبا منذ سنه ما شفناش المنتخب التونسي، تقريبا هذا اختبار جدي ضد منتخب نيجيريا باش يكون يوم الثلاثاء ان شاء الله. باذن الله بالتوفيق ان شاء الله. وبعد المباراه بتعملوا اللعيبه مساحات طبعا علشان موضوع كورونا، هل حصل حاجه بعد المباراه اللي فاتت؟ هو المنتخب التونسي تقريبا الحجر البروتوكول الصحي صفه يوميه تكون الاختبارات على كورونا. ما هو جديد ممكن حاضرين نقول لكم على قناه الاهلي انه فرجاني ساسي ما كانش موجود في المقابله نتاع السودان، كان بقى في النزل على عكس بقيه اللاعبين الاخرين، هذا ما خلف اكثر من نقطه استفهام، وهذا ما خلى اليوم الخبر انتشر كثيرا في تونس حول اصابه فرجاني ساسي بكورونا. وكيل اعمال اللاعب مهند عون كان في الخبر هذا، لكن فرجاني ما تحولش اليوم الصباح مع المنتخب التونسي او اليوم تقريبا في حدود الساعه 4 بتوقيت تونس، ما تحولش للنمسا، لكن اخر الاخبار تاكد انه فرجاني عمل التحاليل اللازمه مساء اليوم وحيو باش يلتحق بالمنتخب التونسي بالنمسا بعد تاكد عدم اصابته بكورونا. وفي حد تاني غير فرجاني ساسي؟ في الحقيقه حاولت نتصل برشا بالمنتخب التونسي، حاليا هم مازالوا الطائرة. الاخبار اللي خرج اليوم العشيه الاكلام برشا على سيف الدين الخاوي لاعب اولمبيك مارسيليا وكذلك فرجاني ساسي، لكن الى حد الان ما فما حتى شيء مؤكد. اكيد لو كان فما جديد في الموضوع هذا اول ما يوصل المنتخب ان شاء الله للنمسا، حاليا ما زال في الطائره الى حد الان، اول ما يوصل للنمسا اكيد باش يكون الاخبار موجود على قناه الاهلي ان شاء الله. باذن الله نطمن على صحه جميع اللاعبين التوانسه، وان شاء الله التوفيق للمنتخب التونسي والتوفيق لنجمنا المميز علي معلول، وشكرا للزميل العزيز اسلام المؤدب من تونس. كابتن بالمناسبه انا عايز اتكلم بس في نقطه. اتفضل. الماتش بتاع يوم الثلاث ده لازم النادي الاهلي طبعا دي دور بقى جهاز الكوره لازم يتكلموا مع المنتخب التونسي ما يلعبوش علي معلول؟ على الاقل شوط، كفايه شوط، لان انت النهارده لعبت اول امبارح يعني لعبت يوم الجمعه وهتلعب ثلاث وبعدين هتلعب جمعه ثلاث ماتشات. لو علي معلول لعب ثلاث ماتشات من العيار الثقيل ده تقال تلعب ماتشات دوليه وماتشات قويه اللي جايه اقوى نيجيريا وبعدين هيلعبوا نيجيريا يوم الثلاث وبعدين هيجي يلعب اربع وخميس وبعدين يروح لعب الجمعه تاني مع الوداد. اعتقد ان شوط غير السفر كمان الجمعه الوداد صح؟ 17 17 سبت السبت اسف هناك سبت هناك سبت هناك جمعه فرق التوقيت صح؟ فرق التوقيت عشان امريكا صح؟ لا يبقى السبت مظبوط برضو هتبقى فيها اجهاد ماتشين تقال، فاهم قصدي ازاي؟ صحيح. فاتمنى ان هو يلعب شوط بس كفايه ومباراه هو طمن عليه اوريدي ماتش السودان مظبوط. وبعدين في نفس الوقت برضو ما هو في دور مهم جدا في بطوله، بتتكلم على بطوله غاليه برضو بالنسبه للنادي الاهلي يعني فممكن يتكلم معاهم يعني يحصل بشكل ودي حتى ان ان يعني يتم اقتراح هذا الـ 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 هذه النقطه. وان شاء الله انا يعني الاخوه التوانسه بصراحه يعني علاقتهم قويه جدا بالنادي الاهلي، واتمنى ان هم يوافقوا يعني على الحته دي.